بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة سنة تانية إن شاء الله هنشرح النهاردة اللاب الأول والتاني بتاع الكيدني، ألا وهي رينال فانكشن تيستينج، وإن شاء الله بعد شوية نشرح رينال بلاد فلو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. أول حاجة يا جماعة نتكلم عن الفانكشنز في الكيدني. زي ما حضراتكم طبعا عارفين هي فانكشنز كتير، حطينا لكم منها البعض هنا وإن شاء الله أكيد خدتوا الباقي في النظري. اول حاجه طبعا ريجوليشن اوف اسيد بيس بالانس ووتر بالانس، اللي هو يندرج كله تحت مسمى الهوميو ستيزس. انها بتعمل ريجوليشن للووتر بالانس على اساس ان حضرتك كل ما تزود الووتر انتيك يزيد الووتر لوس، والعكس بالعكس. بالتالي هي بتعمل ريجوليشن للووتر كونتنت جوه البودي بتاع حضرتك. الحاجه الثانيه انها بتعمل ريجوليشن للالكترولايت بالانس، ايا كان بقى هو صوديوم بوتاسيوم كالسيوم مغنيسيوم كلورايد، وكذلك بتعمل ريجوليشن للاسيد بيز بالانس. الحاجه اللي بعد كده ان هي بتعمل اكسكريشن اوف ميتابوليك ويست برودكتس، اللي هي نواتج الميتابوليزم، الكرياتينين واليوريا واليوريك اسيد و و و. الحاجه اللي بعد كده هي ليها اندوكراين فانكشن، ان هي بتفرز بعض الهرمون زي الرينين. الرينين زي ما حضراتكم عارفين له رول في ريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر، علشان طبعا بيشارك في تكوين الانجيوتنسين 2. حاجه اللي بعد كده طبعا الرينين انتوا عارفين هو بيطلع من جاكستا جلوميرال ابريتس وده كيدني. الحاجه اللي بعد كده ان هي بتطلع هرمون الاريثروبويتين، اللي هو بيستيموليت البوم مارو علشان يصنع الريد بلاد سيلز. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الاريثروبويتين بيطلع من البيريتيوبولار كابيلاريز، من الاندوثيليال سيلز بتاعت البيريتيوبولار كابيلاريز. بعد كده يا جماعه هنتكلم عن امتى نحتاج نعمل اسسمنت للكيدني فانكشن. في بعض الاحيان بيبقى في بعض الناس عرضه ان يحصل لهم افكشن في الكيدني فانكشن، على راسهم الاولد ايج. زي ما حضراتكم عارفين ان الاولد ايج بيحصل ايجنج بروسيس في كل الجسم، بيحصل شيخوخه عامه في كل الجسم، وبالتالي كل اعضاء الجسم بيحصل لها ايجنج او بتشيخ هي كمان. زي البرين مثلا بيحصل الزهايمر، ربنا يعافينا واياكم. زي الهارت بيحصل فيه كارديو مايوباثي. زي اللنج بيحصل فيها ديكريس في البلمونري فانكشن، وهكذا. من ضمن الاعضاء اللي بيحصل لها ايجنج هي الكيدني، بيحصل برضو سام سورت اوف ديكريس في الكيدني فانكشن. فالايجنج اللي بيحصل with old age ده جزء منه الايجنج اوف اول اورجانز، وبالتالي انا برضو بحتاج اعمل اسسمنت للكيدني فانكشن في هذا الاولد ايج. بعد شويه او بعد كده الفاميلي هيستوري اوف سي كي دي او كرونيك كيدني ديزيز. زي ما حضراتكم عارفين ان في انتيتي كبيره جدا من الامراض بتبقى فاميليال، وكلمه فاميليال دي يعني ران ان فاميليز، يعني بتسري او بتجري في العائلات وبيتم توارثها من الاجداد الى الابناء الى ابناء الابناء الى الاحفاد يعني، وهكذا. ومن ضمن الامراض اللي بتبقى فاميليال او بتران ان فاميليز دي اللي هي السي كي دي او كرونيك كيدني ديزيز، يعني لا قدر الله ربنا يعافينا برضو اياكم، في بعض العائلات بيبقى متوارث فيها مشاكل في الكيدني فانكشن ايا كان نوع المشاكل. فبرضو لو في حاجه لا قدر الله فيها من فاميلي هيستوري في العيله دي، لازم حضرتك تعمل سكريننج وتدور على الفاميلي ممبرز اخبار الكيدني عندهم ايه، علشان لو في حاجه تقدر تلتقطها بدري وتتعامل معاها بدري قبل ما تتفاقم. الحاجه اللي بعد كده ديكريس رينال ماس. وديكريس رينال ماس دي يعني انتوا عارفين طبعا ان احنا عندنا تو كيدنز، كل كيدني تقريبا فيها 1.2 مليون نفرون، يعني تقريبا انت بتتكلم في حوالي 2.5 مليون نفرون في التو كيدنز. لو حصل ديكريس في الرينال ماس دي بشكل او باخر، يبقى عدد التوتال نمبر اوف نفرونز هيقل، وبالتالي لازم حضرتك برضو تعمل اسسمنت للكيدني فانكشن تحسبا ان الديكريس رينال ماس ده اثر على الكيدني فانكشن وبدا ياثر على الميتابوليك بروسيسز جوه الجسم. علشان تفتكرها دايما ديكريز رينال ماس دي كانوا بيقولوا ثلاث كلمات: كونجينيتالي ابسنت، باثولوجيكالي دامجد، سيرجيكالي ريموفد. كونجينيتالي ابسنت يعني لا قدر الله واحد مخلوق بكيدني واحده، وبالتالي مش هتبقى
كفاءة الكدني عنده زي ما يكون عنده 2 كيدنز، لأن الجسم كله شغال بكلية واحدة، مش هيبقى زي جسم تاني شغال بكليتين. فدي congenitally absent. حاجة تانية pathologically damaged، يعني لا قدر الله في كدني منهم أو في كدني يعني في كدني منهم اتضربت لأي سبب، حصل بقى فيها جلوميرو نفرايتس، حصل فيها دراج توكسيستي يعني نفروباثي، حصل أي حاجة، وبالتالي برضو في ديكريز في الرينال ماس، هيبقى مثلا شغال بنص كلية، بربع كلية، بتلات أرباع كلية، هو ورزقه بقى. الحاجة التالتة سيرجيكالي ريموفد، لا قدر الله كان عنده مشكلة في كدني من الاتنين فشال واحدة، لا قدر الله تيومر أو حاجة فشال واحدة ولسه عايش بكلية تانية أو حاجة زي كده. فالديكريز رينال ماس دي عشان حضرتك تفتكر هما 3 كلمات: congenitally absent, pathologically damaged, surgically removed. الحاجة اللي بعد كده الدايبيتس والهايبرتنشن. زي ما حضراتكم عارفين ان الدايبيتس والهايبرتنشن، الدايبيتس بيعمل دايبيتك نيفروباثي بارت من الفاسكولوباثي اللي بتحصل مع الدايبيتس. زي ما انتم عارفين طبعا ان الكومبليكيشنز بتاعت الدايبيتس على رأسها الفاسكولوباثيز اللي هي الريتينوباثي والنيفروباثي والنيوروباثي بسبب البلاد فيسلز اللي بيحصل لها افليكشن في كل الجسم. احد الفاسكولوباثيز اللي بتحصل دي في الفاسكوليتشر بتاعت الكيدني وبيحصل على رأسها الدايبيتك نيفروباثي. الحاجة اللي بعد كده الهايبرتنشن، زي ما حضراتكم برضو عارفين ان الهايبرتنشن بتعمل هايبرتنسيف نيفروباثي. طبعا الدايبيتس والهايبرتنشن بيأثروا على الكيدني بالذات لو كانوا كرونيك uncontrolled. بمعنى ايه كرونيك؟ يعني واحد بقاله سنة عنده دايبيتس مش هيبقى زي واحد بقاله 20 سنة، اكيد اللي بقاله 20 سنة ده هتبقى الكيدني افكتد عنده اكتر من اللي بقاله سنة. وكذلك برضو في الهايبرتنشن، واحد بقاله سنة عنده هايبرتنشن مش زي واحد بقاله 20 سنة. كل لما العمر او السنين في بتاعة المرض بتزيد، كل لما يحصل more and more affection في الكيدني function. اضف الى هذا كمان بقى لو كرونيك uncontrolled، يعني لو كمان بقى الراجل ده مش مظبط سكره ومش مظبط ضغطه، مش مظبط سكره ومش مظبط ضغطه، وبالتالي ده هيبقى ادعى ان الكيدني فانكشن تبقى deteriorated بدري كمان عن اللي مظبط ضغطه وسكره. بمعنى اخر، لو واحد اتنين بدأوا مع بعض الدايبيتس والهايبرتنشن هيستوري، ولكن واحد كان كنترولد، وبالتالي ممكن يقعد 10 20 سنة الكيدني فانكشن عنده كويسة قبل ما يحصلها deterioration. انما التاني كان ان كنترول، ما كانش مظبط سكره ولا ضغطه، وبالتالي ممكن 5 6 سنين وتلاقي حصل له دروب للكيدني فانكشن. فده الدايبيتس والهايبر تنشن. بعد كده الاوتو اميون ديزيز، زي ما حضراتكم عارفين ان الاوتو اميون ديزيز ده عبارة عن اوتو انتي بوديز بتعمل اتاك للجسم كله. من ضمن الحاجات اللي بيحصل لها اتاكنج هي الكيدني، فبيحصل فيها افكشن على راس الاوتو اميون ديزيز، واشهرها حاجة اسمها سيستميك لوبس اللي هي الزئبة الحمراء، بيحصل معاه حاجة اسمها لوبس نيفرايتس، وعلى هذا بيحصل افكشن في الكيدني فانكشن. بعد كده سيستميك انفكشنز، علشان لو كان الانفكشنز ده سيستميك وبالتالي في توكسينز موجودة في الجسم كله هتؤثر على الجسم كله، من ضمن الحاجات اللي هتتأثر هي الكيدنز. الحاجة اللي بعد كده يورين تراكت انفكشن، بالذات طبعا لو اليورين تراكت انفكشن دي اسندنج او في الابر يورينري تراكت زي البايلو نفرايتس، يعني اما هي اصلا ابر يورين تراكت انفكشن في الكيدني، او حتى لو كانت لور في البلادر وحصل لها اسنت للكيدني فحصل البايلو نفرايتس، يعني انفلاميشن في الكيدني، يحصل بعد كده دامج في الكيدني تيشو وهيلينج باي فايبروزز، والكيدني دي لا قدر الله يحصل لها كومبليت ديتيريوريشن اوف فانكشن. الحاجة اللي بعد كده دراج توكسيستي، زي ما حضراتكم عارفين ان في انتيتي كبيرة جدا من الدراجز بيبقى ليها نفرو توكسيك سايد افكتس، على رأسها النون استرويدال انتي انفلاماتوري، بتعمل حاجة مشهورة اسمها انالجيزيك نيفروباثي، مع طبعا البرولونجد يوز، وبالذات لو كان بهاي دوز، دايما يقولوا كده هاي دوز فور لونج ديوريشن، هاي دوز فور لونج ديوريشن، واحد بياخد جرعات كبيره لمده طويله. طبعا انا متاسف جدا، طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان احنا عندنا ابيوز للانالجيزكس عموما،
عندنا ابيوز للنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، اي حد تعبان بياخد مسكنات، ودي معلومه لازم حضراتكم تعرفوها وتعرفوها للناس اللي حواليكوا. المسكنات دي كارثه كبيره جدا جدا جدا. طبعا انا بتكلم عن النون ستيرويدال، مش الحاجات اللي هي كوكس 3 انهيبيتور زي الباراسيتامول والحاجات دي. الباراسيتامول الى حد ما سيف، والسترابيوت والتوكسيستي ويندو بتاعه الى حد ما كبير، فالى حد ما سيف ما بنقلقش منه. المشكله كلها في النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري اللي هي بقى الكتافلام والبروفين والحاجات الكبيره دي كلها. المشكله ان هي بتعمل مصيبتين كبار، اول حاجه طبعا بتعمل نيفروباثي، الحاجه التانية بتعمل جاسترايتس عنيفه جدا، بتبوظ المعده وبتبوظ الكدني. تبويظ المعده لحد ما لو حتى مقدور عليه، فتبويظ الكدني ده كارثه كبيره جدا جدا جدا. فلازم حضرتك لما تكتب لحد انالجيزك ما تتعداش فترة الأسبوعين ماكسيموم، هو أسبوعين وخلاص على كده لازم يوقفه، لأن احنا عندنا ترند كده في مصر إن أنت العيان لو خد دواء واستريح عليه بيفضل بقى ماسك فيه. وياما ناس ياما ناس حصل لها سي كي دي وحصل لها يعني رينال فيلير وغسلت، وصلت لمرحلة الدياليسيز الغسيل بسبب إن هي كانت بتاخد مسكنات عمالة على بطال. يعني أنا شخصيا حتى أعرف ناس كده كانوا قعدوا سنين طويلة ياخدوا مسكنات، اللي قعد 3 سنين مستمرة بياخد مسكنات لحد ما حصل له رينال فيلير والكدني باظت وغسل. فتخيل، شوف يعني الدواء واحد ممكن يودي العيان من حتة لحتة تانية خالص، ان هو واحد عايش في حياته كويس لواحد تاني لا قدر الله ربنا يعافينا واياكم بيغسل يوم بعد يوم، وحياته ربنا يعافينا واياكم يعني فيها مشاكل كتير. فاللي انا عايز اقوله حضرتك لما تكتب مسكن لعيان من المجموعة الكارثة دي ما تكتبهاش لمدة أكتر من أسبوعين. وطبعا لو هو أصلا عنده مشكلة في الكيدني فانكشن ما تدهلوش خالص. يعني لو واحد مثلا بوردر لاين، واحد كرياته عالي، واحد معروف إن هو عنده أصلا دايابيتس وهايبر تنشن أو عنده مشكلة في الكيدني فانكشن، ما تزودش أنت بقى حضرتك الطين بلة وتديله كمان نون ستيرويد عشان إيه تخلص له على الشوية اللي هو عايش بيهم. تمام. وكذلك برضو وأنت بتكتب دواء لأي عيان لازم تاخد بال حضرتك تبص على الكيدني فانكشن كويس، علشان في حاجة اسمها رينال موديفيكيشن يعني او دوز موديفيكيشن حسب الكيدني فانكشن. ان حضرتك لو هو العيان الكريات بتاعه قد كده يبقى حضرتك تدي نص الجرعة مثلا او تدي الجرعة يوم بعد يوم. الحاجات دي كلها لازم تاخد بالك منها، لان زي ما بقول لحضرتك كده الدواء ممكن يعمل ديتيريوريشن للكيدني فانكشن، والديتيريوريشن ده يا جماعة irreversible، يعني خلاص لو الكدني باظت كل سنه وانت طيب، والعيان ده زي ما بقولك هيفضل يغسل طول عمره بسبب حضرتك ما خدتش بالك، اديت له جرعه كبيره ما ظبطتلوش الجرعه، خده لمده اكتر من المطلوب وهكذا. انت بقى خليك ناصح ولازم تنبه على عيان كده، ما تكتبش للعيان الدواء في روجيتا وتقول له يلا روح وهو بقى خلاص هيستريح عليه ويقعد يسف فيه ومش واخد باله. لا، لازم تنبهه الدواء ده يتاخد اسبوعين بس علشان بيعمل مشاكل في الكليه، وما تاخدوش اكتر من اسبوعين. ولو زي ما بقول لحضرتك هو اصلا مش ناقص فما تديهولوش خالص النون ستيرويدال، وهذا او ذاك لو تعرف تديله اي حاجه فيها باراسيتامول يبقى احسن واحسن واحسن. تمام. لان زي ما بقول لحضرتك كده كده سيف، وحتى لو هو ايه قاعد ياخد منها عمال على بطال ان شاء الله مش هيحصل له حاجه. يعني لان زي ما بقول لحضرتك التوكسيستي ويندو بتاعتها لحد ما كبيره. هو طبعا زي ما انتم عارفين هي بيحصل لها ميتابوليزم في الليفر، الباراسيتامول بيحصل لها ميتابوليزم في الليفر، بس زي ما بقول لحضرتك الايه الثرابيوتيك ويندو او التوكسيستي ويندو بتاعها الى حد ما كبير. هذا او ذاك انت لازم تكون، طبعا ده مش معنى ان احنا نفضل ناخد ابيمولز او باراسيتامولز عمال على بطال، او العيان يفضل ياخد عمال على بطال. انا بقول لحضرتك بس ان في حاجات سيف وفي حاجات توكسيك، ولازم حضرتك تبقى واخد بالك من الحكايه دي. طبعا انت هتديها الباراسيتامولز يعني بالدوز المطلوبه للمده المطلوبه مش عمال على بطال. انا بس بقول لحضرتك ان هي الى حد ما من one of the most safe analgesics اللي هي الباراسيتامول. فانت لازم تاخد بالك من الحاجات دي وانت بتكتب الأدوية، علشان زي ما بقول لحضرتك ما توديش العيان في سكة اللي يروح ما يرجعش، او في سكة ملهاش رجوع ومفيش منها رجوع. فاحنا علشان نخلص من نقطة الدراجز دي، انت حضرتك اي انالجيزيك سواء كان نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري او ستيرويدال انتي انفلاماتوري او حتى الكوكس 2 انهيبيتورز اللي هي
السيليكوكسيب والفاليكوكسيب والبيروكسيكام وحتى الكوكس 3 انهيبيتورز اللي هي الباراسيتامولز. كل ده يا جماعة الاسيتامينوفين يعني لازم حضرتك تديه، حتى الاسيتامينوفين او الباراسيتامول لازم حضرتك تديه بانديكيشن، ما تديهوش عمال على بطال، وتنبه العيان ما ياخدوش من دماغه عمال على بطال، لازم يرجع للطبيب المعالج. والحاجة التانية ما تديهاش لبرولونجد ديوريشن، لازم تبقى ديوريشن محددة، ولازم حضرتك تبقى استريكت جدا مع العيان بتاعك في حاجة زي كده عشان ما يقعدش يسف ويبلبع عمال على بطال من دماغه وبمزاجه، وفي الاخر يجيلنا بكارثة بعد كده في الكدني فانكشن، لان كل الدراجز عموما بلا استثناء حتى لو كانت سيف هي بيحصل لها ميتابوليزم واكسكريشن عن طريق الليفر او عن طريق الكدني او عن طريق الاتنين مع بعض، فانت بترهق الكدني والليفر فيما لا طائل منه لو هو بياخدها بجرعات كبيرة ولمدة طويلة، انت بترهق الكدني والليفر في حاجات ملهاش اي 30 لازمة. فلازم زي ما بقول لحضرتك حتى الموست سيف انالجيزكس زي الباراسيتامول حتى دي لازم حضرتك تاخدها بانديكيشن واضح، ولازم تاخدها بدوز محددة، ولازم تاخدها لديوريشن محددة، ما يبقاش عمال على بطال ولا بجرعات كبيرة ولا من غير داعي. اتمنى النقطة دي تبقى واضحة، معلش احنا طولنا فيها شوية علشان نبقى واخدين بالنا من الحاجات دي. بعد كده الكيدني فانكشن تيستنج يا جماعه احنا هنتكلم على ثلاث حاجات، اول حاجه حاجه اسمها البلاد يوريا نيتروجين، تاني حاجه اسمها السيرم كرياتينين، تالت حاجه الكليرانس او عموما الكونسبت بتاع الكليرانس. يعني اول حاجه يا جماعه البلاد يوريا نيتروجين، زي ما حضراتكم عارفين ان البروتين بيحصل له كتابوليزم عندنا عموما في جسمنا، وبيطلع منه امينو اسيدز علشان نستخدمها في الميتابوليك بروسيسز المختلفه في الجسم. من ضمن نواتج البروتين ميتابوليزم حاجه اسمها الامونيا. الامونيا دي يا جماعه اتوكسيك كومباوند، توكسيك سبستنس، لازم يحصل لها دي توكسيفيكيشن، لازم نتخلص منها بشكل او باخر، والا لو تراكمت هتحصل مشاكل زي ما اقول لحضرتك دلوقتي. الامونيا دي يا جماعه اللي هي توكسيك بيحصل لها ابتيك باي ذا ليفر، وبتدخل في حاجه اسمها اليوريا سايكل علشان تتحول الى يوريا اللي هي نون توكسيك سبستنسز، تروح للبلد علشان تروح للكيدني عشان يحصل لها اكسكريشن. يبقى دلوقتي يا جماعه البروتين حصل له ميتابوليزم في الجسم علشان نطلع منه الامينو اسيدز اللي بستخدمها في الديفرنت ميتابوليك بروسيسز. من ضمن نواتج البروتين ميتابوليزم مادة توكسيك اسمها الأمونيا. الأمونيا دي بيحصل لها أبتيك باي ذا ليفر، وبتدخل في حاجة اسمها اليوريا سايكل علشان تتحول الأمونيا التوكسيك دي إلى يوريا نون توكسيك. اليوريا دي بتخرج من الليفر علشان تروح الكيدني يحصل لها اكسكريشن. وبالتالي يا جماعة لو حصل مشكلة في الليفر بشكل او باخر اللي هو الكورونيك ليفر ديزيز، تتراكم الامونيا. ليه؟ لان الليفر ما عادش عارف يعمل دي توكسيفيكيشن اوف ذيس امونيا. لما تتراكم الامونيا في الجسم واحنا لسه قايلين ان هي توكسيك سبستنس، تروح البرين وتعمل انكفالوباثي، وتعمل الهيباتيك انكفالوباثي او الهيباتيك كوما اللي حضراتكم بتسمعوا عنها، او الغيبوبه الكبديه، ربنا يعافينا واياكم الناس اللي عندهم فشل في وظائف الكبد، فشل في وظائف الكبد زي ما بقول لحضرتك هيباتيك فيلير او كورونيك ليفر ديزيز، بيبقى الليفر مش قادر يعمل ديتوكسيفيكيشن اوف الامونيا، وبالتالي الامونيا اللي احنا قلنا ان هي توكسيك تتراكم في الدم وتروح البرين، تؤثر على البرين سيلز وتعمل الانكفالوباثي او الهيباتيك كوما اللي حضراتكم بتسمعوا عنها. تمام، علشان كده لو تفتكروا اي عيان عنده مشكلة في الليفر بيحصل له بروتين، او احنا بنعمل له بروتين ريستريكشن بكميات محددة، يعني بنقول له ما تاكلش كميات كبيرة من البروتين، بنحدد له تاكل مثلا اللحمة قد كذا، البقوليات قد كذا، بنحدد له احنا البروتين ياكله قد ايه في اليوم او في الاسبوع، علشان خاطر لو اكل بروتينات كتير، لو اكل بروتينات كتير هتتكسر وتدي الامونيا، وهو الليفر عنده بعافية مش قادر
تعبان مش قادر يعمل detoxification of this ammonia، وبالتالي هيحصل له hepatic encephalopathy. او حتى لا قدر الله لو العيان ده جاله نزيف في الجي اي تي لاي سبب، وده عرضة طبعا ان هو يحصل بسبب الفاريسز زي ما حضراتكم عارفين، تبقى مشكلة كبيرة جدا، لان الدم ده مليان بروتينات، هيحصل له دايزيشن في الجي اي تي ويطلع امونيا، ويحصل برضو نفس المشكلة. علشان كده لو حصل لعيان عنده مشكلة في الكبد جي اي تي هيموريدج، لازم حضرتك على طول تحجزه وتتصرف معاه وتعمل له انيمات مستمرة، يعني حقنة شرجية باستمرار، علشان خاطر تفضي الجي اي تي بتاعته من البلد ده، علشان زي ما بقول لحضرتك. وطبعا تعمل له غسيل معدة من فوق وتعمل له انيما من تحت، يعني بتغسل له الجي اي تي من فوق ومن تحت، بحيث زي ما بقول لحضرتك النزيف ده لو قعد في الجي اي تي هيحصل له دايزيشن. وهو طبعا البلد ده وجبة ريتش ان بروتين، يعني غنية بالبروتينات، هيتكسر البروتين ويطلع امونيا، والليبر طبعا مش هيقدر يعمل لها ديتوكسيفيكيشن، فتروح البرين وتعمل له غيبوبة كبدية. يبقى دلوقتي يا جماعة اليوريا ويست برودكت اوف بروتين ميتابوليزم بتتصنع في الليفر عن طريق اليوريا سايكل من الامونيا، which is produced from الامينو اسيد by deamination. الامونيا دي طبعا بتتصنع من الامينو اسيد باي عمليه اسمها دي امينيشن، يعني كنتيجه من الميتابوليزم بتاعه الامينو اسيد. then it is transported by blood to the kidneys to be excreted via urine، يعني نفس الكلام اللي احنا قلناه. طبعا then it transported by blood دي ومقصود على اليوريا، يعني يا رب تكون النقطه دي مفهومه. يبقى دلوقتي يا جماعه اليوريا بتتصنع في الليفر عن طريق اليوريا سايكل. اليوريا سايكل دي بنصنع يوريا من الامونيا. الامونيا طبعا زي ما حضراتكم لسه قايلين بتطلع من الكتابوليزم بتاع الامينو اسيد او البروتين، بعد كده اليوريا دي تنتقل للبلد علشان تروح الكيدني عشان تبقى اكسكريتد في اليوريا. البلد يوريا نيتروجين ده يا جماعه طبعا هو في فرق بين حاجه اسمها بلاد يوريا نيتروجين وبلاد يوريا، لسه هنقوله دلوقتي. النورمال فاليو هنقولها كمان شويه. البلازما ليفل فاري انفيرسلي وذ جي اف ار، يعني يا جماعه كل ما زاد الجلوميرال فلتريشن ريت كل ما قل الليفل بتاع البلاد يوريا نيتروجين او اليوريا، والعكس بالعكس كل ما قل الجي اف ار كل ما زاد البلازما ليفلز. وده منطقي، يعني كل ما معدل الفلتريشن بتاع الفلويد بالتوكسيز في الكيدني زاد، كل ما الليفل بتاع الميتابوليك ويست برودكتس دي هيقل، والعكس كل ما معدل الفلتريشن قل يبقى في مشكله في الكيدني فانكشن، كل ما السموم او الميتابوليك ويست برودكتس في الجسم هتزيد. ففي علاقه عكسيه طبعا بين الاثنين، وهنفهم الحكايه دي بعد شويه. elevated levels may indicate reduced kidney function، طبعا زي ما لسه قايلين لو في الليفل بتاع التوكسينز والميتابوليك ويست دي عالي يبقى في مشكله في الكيدني فانكشن، ولو لا قدر الله الليفل زاد عن 100 ملي جرام بالديسيليتر يبقى العيان ده لازم يغسل، لان ده معناه ان في سيفير افكشن في الكيدني فانكشن، والعيان ده لازم يغسل عشان نخلص جسمه من هذه السموم. النورمال فاليو اللي موجود عند حضراتكم في السلايد ده يقصد بيه البلاد يوريا نيتروجين، تمام؟ وهنفهم بعد شويه ايه الفرق بين البلاد يوريا نيتروجين وايه اليوريا، تمام؟ بلاد يوريا ليفل از سنسيتيف بات نوت سبيسيفيك انديكيتور فور رينال ديسفانكشن از افكتد باي بروتين ان دايت. علشان يا جماعه نشرح لكم الحكايه دي دلوقتي، عايزين نتفق على قاعده. كل الناس اللي عندهم سي كي دي او كورونيك كيدني ديزيز بتبقى عندهم البلاد يوريا زايد، تمام كده يا جماعه؟ ولكن مش اي واحد ماشي في الشارع عنده اليوريا في دمه زايده ده معناه ان هو سي كي دي. يبقى نقولها تاني، all patients with سي كي دي او كورونيك كيدني ديزيز هاف هاي بلاد يوريا، but not all persons with هاي بلاد يوريا هاف سي كي دي او كورونيك كيدني ديزيز. يعني كل العيانين اللي عندهم مشكلة في وظائف الكلى عندهم البلاد يوريا زايد، ولكن مش كل الناس اللي عندهم زيادة في البلاد يوريا عندهم مشكلة في الكدني. ده ليه يا جماعة؟ لأن اليوريا
بتزيد في بعض الحاجات اللي ممكن تبقى فيسيولوجيكال، اللي هي ابسط شيء يا جماعة، واحد بياكل بروتين كتير. لو واحد عادي خالص كويس الحمد لله صحته كويسة والكيدني بتاعته كويسة بياكل بروتين كتير، يبقى المنطق والطبيعي ان البروتين ده يتكسر ويطلع امونيا كتير، يحصل لها ديتوكسيفيكيشن في الليفر طالما الليفر عنده سليم، ونتيجة الديتوكسيفيكيشن ده هيطلع يوريا كتير. طب الراجل ده دلوقتي عنده يوريا كتير، ده معناه ان الكيدني بايظة؟ لا طبعا، هو بياكل بروتينات كتير، وبالتالي المنطق الطبيعي ان اليوريا تبقى عنده كتير. وبالتالي يا جماعة مش كل العيان او مش كل الناس بقى اللي عندها اليوريا في دمها زايد لازم تكون الكيدني عندها بايظة، لا عادي خالص ممكن يبقى بياكل بروتين كتير وده اللي مزود له اليوريا. الحاجة التانية مثلا لو واحد ما بياكلش خالص، عنده ستارفيشن ما بياكلش خالص، وبالتالي في مرحلة من المراحل هيبدأ الجسم يكسر البروتينات اللي موجودة في العضلات علشان خاطر يطلع امينو اسيدز يستخدمها كسورس اوف انرجي. انتوا فاهمين قصدي؟ يبقى هل ده معناه ان الكيدني فانكشن عنده برضو بايظة؟ لا، ده الراجل ما بياكلش ستارفيشن ايا كان السبب، فهل ده معناه ان الكيدني بايظة؟ لا طبعا، هو ما بياكلش زي ما اتفقنا، وبالتالي جسمه بيكسر بروتينات العضلات عشان يطلع امينو اسيدز يستخدمها كسورس اوف انرجي. يبقى الراجل ده هيبقى عنده اليوريا زايدة ولكن ما عندوش مشكلة في الكيدني. لو مثلا اي ديزيز معاه بروتين كاتابوليزم او تيشو بريك داون، زي مثلا الاستارفيشن لسه قايلينها، زي الانفكشن، زي التروما، زي الميجور سيرجري، كل هذه الاحوال بتؤدي الى تكسير عملية بروتين كاتابوليزم وايد سبريد في الجسم. التروما طبعا هو اتخبط وبالتالي في تيشوز كتير اتهرتكت وكسر فيها البروتين. السيرجري الجراحة انت قاعد تقطع في الانسجة بتاعته، في نفس الوقت انت بتعمل بروتين كاتابوليزم عشان تصلح التروماتايز تيشو او التيشوز اللي حصل فيها سيرجري دي عشان تحصل هيلينج للتيشوز دي كلها. الانفكشن برضو نفس الكلام، بتكسر فيها بروتينات كتير وبتصنع بروتينات كتير، الامينو الانتي بوديز والحاجات دي كلها اللي انت بتهاجم بيها المايكرو اورجانيزم او بتصلح بيها التكسير اللي حصل في الجسم بسبب الانفكشن. يعني عايز اقول ان في بعض الاحوال بتحصل فيها بروتين كاتابوليزم وتيشو بريك داون كتير، زي الاستارفيشن وزي الانفكشن وزي التروما وزي الميجور سيرجري. كل هذه الاشياء يا جماعه بتعمل انكريس في البلاد يوريا، ولكن الكيدني فانكشن كويسه زي الفل ما فيش مشاكل. زي ما بقول لحضرتك الجي اي تي هيموريدج، لو واحد لا قدر الله عنده جي اي تي هيموريدج وبالتالي كانه اكل بروتين كتير، لان الدم ده غني جدا بالبروتينات، وبالتالي برضو البلاد يوريا تبقى زايده، وده اكيد مش معناه ان هو عنده مشكله في الكيدني. الكورتيكوستيرويدز مشهور قوي ان الكورتيكوستيرويدز بتعمل بروتين كاتابوليزم، وبالتالي برضو هتلاقي البلاد يوريا عند الناس اللي بتاخد كورتيكوستيرويد زايده. يبقى اللي انا عايز اقوله يا جماعه من الحكايات دي كلها ان في بعض الاحوال ممكن تبقى فسيولوجيه، زي واحد بياكل بروتينات كتير، او باثولوجيز، والباثولوجيز دي مش لازم تبقى في الكيدني ولا حاجه، زي الجي اي تي هيموريدج وزي الستارفيشن والانفكشن والتروما والميجور سيرجري. وفي بعض الادويه حتى الفارماكولوجي ممكن تؤدي الى انكريس البلاد يوريا زي الكورتيكوستيرويد. وكل هذه الحاجات اللي انا قلتها مش معناها او داز نوت مين امبيرمنت في الكيدني فانكشن. ولكن بقى على الجانب الاخر، كل الناس اللي عندها امبيرمنت في الكيدني فانكشن بتبقى البلاد يوريا عندها زايده، وبالتالي زي ما اتفقنا كل الناس اللي عندهم مشكلة في الكيدني فانكشن بتبقى البلاد يوريا زايدة، ولكن زيادة اليوريا لا تعني مشكلة في وظائف الكيدني. طيب على هذا يا شباب، البلاد يوريا تبقى سنسيتيف ولا سبيسيفيك تيست فور رينال ديسفانكشن؟ زي ما حضراتكم خدتوا في الكوميونتي او في الفاميلي ميديسين، في حاجة اسمها سنسيتيفيتي وفي حاجة اسمها سبيسيفيستي لأي تيست. السنسيتيفيتي يا شباب هي قدرة التيست ان هو يبروف الديزيز في الديزيز بيرسونز، اما السبيسيفيستي يا شباب هي قدرة التيست ان هو يكسكلود الديزيز في النون ديزيز بيرسون. يعني بمعنى اخر يا جماعة، معلش يعني ما تضايقوش مني ان انا هشرحها لكم، بس يعني ايه اديكم تبقوا سمعتوها. يعني يا جماعة السنسيتيف تيست ده عنده قدرة ان هو يثبت المرض في الناس المريضة فعلا. يعني يا جماعة، يعني
الترو بوزيتيف بتاع التيست يبقى زايد قوي والفولس نيجاتيف بتاع التيست يبقى قليل جدا. يعني ايه يا جماعه الكلام ده؟ يعني لو تخيلنا مثلا 100 عيان لا قدر الله عندهم رينال ديسفانكشن او سي كي دي، لو في تيست معين، انا مش بتكلم هنا على بلاد يوريا، بتكلم على اي تيست عنده قدره مثلا ان هو يطلع 95 من المية دول عندهم فعلا سي كي دي، يبقى ده اسمه ان التيست ده الناس ال 95 عيان اللي طلعهم عندهم سي كي دي دول من المية اللي عندهم سي كي دي ترو بوزيتيف، يعني ترولي عندهم فعلا سي كي دي بوزيتيف، عندهم سي كي دي. وفي 5 عيانين طلعوا ان هم سلام ولكن هم عندهم سي كي دي ولكن التيست ده معرفش يعمل لهم ديتكشن، يبقى في 100 عيان عندهم سي كي دي، 95 عيان من دول التيست طلع فيهم بوزيتيف، وفي 5 عيانين عندهم سي كي دي التيست طلع فيهم نيجاتيف ولكن 100 كلهم عندهم سي كي دي. فيقول لحضرتك ان السنسيتيفيتي بتاعت التيست ده 95%، يعني هو يقدر يلتقط 95 عيان من كل 100 عيان عندهم الديزيز، وفي 5 عيانين ما يقدرش يلتقطهم. يعني بمعنى اخر الترو بوزيتيف بتاع العيان ده 95 والفولس نيجاتيف بتاع العيان ده 5، تمام؟ يبقى كل ما الترو بوزيتيف بتاع التيست ده اللي يقدر يلتقطهم زاد، كل ما التيست ده كل ما الترو بوزيتيف اللي التيست ده يقدر يلتقطهم زاد والفولس نيجاتيف قل، كل ما التيست ده كان السنسيتيفيتي بتاعته عاليه. والعكس بالعكس، كل ما كان التيست، هفترض مثلا ان التيست ده لو في 100 عيان عندهم سي كي دي يا دوبك طلع لنا بس 5 مثلا عندهم سي كي دي و95 طلع ان هم سلام مع ان هم عندهم برضو سي كي دي، يبقى التيست ده السنسيتيفيتي بتاعته 5% لانه بيقدر يلتقط 5 بس من كل 100 عندهم المرض، يقدر يطلع لك 5 و95 يطلع لك ان هم قال ايه سلام ولكن هم عندهم المرض بس التيست ما قدرش يعمل لهم ديتكشن. ده معناه ان السنسيتيفيتي بتاعته وحشه جدا، صح ولا ايه؟ لان هو ما قدرش يبروف الديزيز في الجماعه الديزيز. طيب لو جينا يا جماعة، يا رب النقطة دي تبقى واضحة بالنسبة لحضراتكم. طيب لو جينا يا جماعة نطبق الكلام ده على البلاد يوريا، هل البلاد يوريا تقدر تثبت المرض في الناس اللي عندها المرض ولا لأ؟ قال لحضرتك لأ. ليه يا جماعة؟ قال لحضرتك لأن الفولس نيجاتيف بتاع التيست اللي هو البلاد يوريا زايدة جدا. يعني ايه يا جماعة؟ يعني في ناس ممكن يبقى عندهم سي كي دي والبلاد يوريا بتاعتهم كويسه، يعني الفولس نيجاتيف زايد. فولس نيجاتيف يعني ايه؟ يعني فولسلي نيجاتيف، يعني نيجاتيف بالغلط، يعني هو عنده المرض ولكن فولسلي التيست طلعه نيجاتيف. طب يعني ازاي العيان يبقى عنده سي كي دي والبلاد يوريا بتاعه كويس؟ قال لحضرتك لان اصلا البلاد يوريا علشان تعلى لازم يحصل افكشن في الجي اف ار او في الكيدني فانكشن بنسبه اكتر من 50%. نقولها تاني، يبقى لازم يحصل افكشن في الكيدني فانكشن بنسبه اكتر من 50% او يحصل ديكريز في الجي اف ار اكتر من 50% علشان يبدا البلاد يوريا يزيد. ده معناه ايه؟ ده معناه ان ممكن عيان يبقى عنده سي كي دي والبلاد يوريا يطلع بتاعه نورمال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الفولس نيجاتيف بتاع التيست ده اللي هو البلاد يوريا زايد. ليه؟ لان زي ما اتفقنا ممكن العيان يبقى عنده فعلا المرض ولكن فولسلي يطلع نيجاتيف. طالما الفولس نيجاتيف في التيست ده زايد يبقى التيست ده نوت سنسيتيف تيست، تمام كده؟ يبقى البلاد يوريا بالنسبه للكلام اللي انا شرحته لحضراتكم بغض النظر عن المكتوب قدامكم هي مش سنسيتيف تيست فور رينال ديسفانكشن. طيب على الجانب الاخر، اتمنى النقطة دي تبقى واضحة بالنسبة لحضراتكم. يبقى ليه ما هياش سنسيتيف؟ لان هي ما تقدرش تثبت المرض في الناس المريضة. طب ليه ما تقدرش تثبته؟ لان في بعض العيانين اللي عندهم فعلا سي كي دي ممكن يطلعوا فولسلي سلام او نيجاتيف مع ان هم فعلا عندهم سي كي دي، يعني الفولس نيجاتيف في التيست ده زايد. طب ليه؟ لان زي ما اتفقنا لازم يحصل افكشن في الكيدني فانكشن بنسبه اكتر من 50% على ما تبدا السيروم يوريا تزيد. طيب تعالوا نشرح يعني ايه سبيسيفيستي واحنا نقول هي سبيسيفيك ولا مش سبيسيفيك.
كلمة specificity يا شباب يعني التست ده يقدر يإكسكلود الديزيز في النون ديزيزد بيرسونز، يعني يقدر يستثني المرض في الناس السلام او النون ديزيزد. تعالوا نقول مثل، لو حضرتك جبت 100 شخص سلام، خد بالك من الكلام، انا في اول مثل قلت حضرتك انا عندي 100 واحد عندهم سي كي دي، يعني 100 شخص مريض، وقلت لحضرتك قدرة التست ان هو يثبت المرض من عدمه في هؤلاء المرضى اللي انا عارف ان عندهم سي كي دي. خلاص المثل ده خلص. المثل التاني اللي انا بقوله في السبيسيفيستي عشان بس نبقى مركزين مع بعض، انا جبت 100 شخص سليم، ال 100 شخص سلام دول يا جماعة هنعمل لهم تيست، ايا كان التيست ده ايه، تعمل لهم اكس راي اي حاجة، طلع لك 97 شخص من 100 دول فعلا سلام، وطلع لك 3 بالغلط، بالغلط التست ده طلعهم لك ان هم ديزيزد ولكن هم في الحقيقة سلام. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان 97 شخص من 100 السلام التست قدر يطلعهم ان هم فعلا سلام، يبقى اسمهم ترو نيجاتيف لان هم فعلا نيجاتيف ما عندهمش المرض. في نفس الوقت الثلاثة اللي طلعوا بالغلط ديزيزد وهم اصلا سلام يبقى اسمهم فولس بوزيتيف لان هم طلعوا بوزيتيف بالغلط. طيب كل ما كان التست يقدر يإكسكلود الديزيز في النون ديزيزد بيرسونز، يعني كل ما كان الترو نيجاتيف بتاعه كتير كل ما كان التست ده سبيسيفيك، يعني لو جيت حضرتك تحسب السبيسيفيستي بتاعت التست ده هيطلع 97 من 100. ليه؟ لان هو يقدر يطلع لك 97 شخص سليم من كل 100 سلام، وفي 3 بالغلط يطلعوا لك ان هم مرضى ولكن هم في الحقيقة سلام. طيب احنا لو جينا نطبق هذا الكلام على البلاديورية، ايه رأي حضرتك؟ هل البلاديورية تقدر تستثني المرض في الناس السلام؟ نقولها تاني، هل البلاديورية تقدر تستثني المرض في الناس السلام؟ بمعنى اخر، هل البلاديورية الترو نيجاتيف بتاعها اكتر ولا الفولس بوزيتيف؟ قال لك هي البلاديورية دي نوت سبيسيفيك، كمان نوت سبيسيفيك. قال لك ليه؟ لان الفولس بوزيتيف بتاعها كتير. يعني ايه؟ يعني الشخص اللي حضرتك تعمل له بلاد يوريا ويطلع عالي ولكن هو ده فولس بوزيتيف لانه سليم، طب ليه البلاد يوريا طلع عالي؟ طلع عالي لسبب غير الرينال ديسفانكشن. نقولها تاني، البلاد يوريا يا جماعه الفولس بوزيتيف فيها كتير. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك جبت ال 100 شخص اللي انا قايل لك عليهم سلام ممكن يطلع 97% مثلا منهم عندهم البلاد يوريا زايده. طب هل ده معناه ان ال 97 دول عندهم رينال ديسفانكشن؟ قال لك لا، ال 97 دول سلام. امال ليه بقى طلع ليه طلع البلاد يوريا عندهم زايد؟ هقول لحضرتك اهو. يبقى دلوقتي هي نوت سبيسيفيك تيست لان الفولس بوزيتيف فيها كتير جدا. يعني فولسلي بوزيتيف، يعني يقول لحضرتك ان هم عندهم سي كي دي بس بالغلط هم فعلا ما عندهمش سي كي دي. فاهمين قصدي يا جماعه؟ يا رب تكون الرساله دي واضحه. عشان الفولس بوزيتيف في البلاد يوريا كتير، يعني بالغلط يقدر يقول لحضرتك ان الناس دي عندها سي كي دي ولكن هم ما عندهمش سي كي دي، it is not considered a specific test. طيب ليه بقى يا جماعة ممكن يبقى البلاد يوريا زايد وهذا لا يعني رينال ديسفانكشن؟ قال لحضرتك لان في اسباب اخرى لزيادة البلاد يوريا غير السكي دي، زي اللي انا لسه قايلها لحضرتك، زي الهاي بروتين دايت والاستارفيشن والجي اي تي هيموريدج والتيشو بريك داون، زي الاستارفيشن والانفكشن والتروما والسيرجري والكورتيكوستيرويدز، كل هذه الاشياء على رأسهم حتى الهاي بروتين دايت، يعني بغض النظر عن الحاجات الباثولوجيز والحاجات دي، الهاي بروتين دايت ممكن يزود اليوريا في البلد ولا يشير طبعا الى مشكلة في الكدني. فاهمين قصدي؟ وبالتالي اليوريا it is not considered a specific test لان زي ما اتفقنا الفولس بوزيتيف فيها كتير. فولس بوزيتيف يعني ايه؟ يعني تشير الى ان في سي كي دي، يعني تبقى زايده بلاد يوريا زايد في دم الشخص،
وبالتالي تشير الى ان في سي كي دي، ولكن هو اصلا ما عندوش سي كي دي ولا حاجه، وبالتالي هو فولس بوزيتيف، فولس بوزيتيف ريزلت. ليه؟ لان هي بالغلط طالعه بوزيتيف، وهو العيان اصلا او الشخص ده اصلا مش عيان، ده هو سليم. ليه؟ زي ما اتفقنا، لان في اسباب غير الرينال ديسفانكشن لزياده البلاد يوريا، وبالتالي البلاد يوريا it is not a specific test for renal dysfunction. واحنا شرحنا من شوية ليه هي it is not a sensitive برضو test for renal dysfunction. اتمنى النقطة دي تبقى واضحة بالنسبة لحضراتكم، معذرة بقى للإطالة، طولنا على حضراتكم، وانا عارف انكم بتزهقوا من الحاجات دي، بس يعني الشيء بالشيء يذكر، ولعلكم تنتفعوا بالكلام ده، وان شاء الله تسمعوه في الكوميونتي بشكل افضل من كده باذن الله. في حاجه تانية كنت هقولها لحضراتكم، ان في فرق بين اليوريا والبلاد يوريا نيتروجين. احنا عايزين نتفق بس، ده صوره اليوريا مولوكيول عباره عن NH2 مع NH2 ماسكين في كربون اتوم، والكربون اتوم ماسكه بدبل بوند بذره اكسجين. ده المولوكيول بتاع اليوريا. المولوكيولر ويت بتاع اليوريا على بعضها حوالي 60 دالتون، تمام. النيتروجين كونتنت جوه اليوريا، يعني لو جيت حضرتك تحسب كمية النيتروجين جوه اليوريا مولوكيول، هيطلع المولوكيولر ويت بتاع النيتروجين حوالي 28 دالتون. طيب يبقى تقريبا كمية النيتروجين في كل يوريا مولوكيول تقريبا النص. نقولها تاني، النيتروجين يمثل تقريبا نص المولوكيول بتاع اليوريا، وبالتالي حضرتك لو هتحسب كمية اليوريا على بعضها هيطلع السيرم ليفل بتاعها من 20 لـ40 ملي جرام بالديسيليتر، ده النورمال ليفل. ولكن لو حضرتك هتحسب النيتروجين كونتنت في كل يوريا مولوكيول هيطلع الليفل بتاعه النص، لان ببساطة شديدة النيتروجين يمثل نص الكونتنت بتاع اليوريا مولوكيول، وبالتالي لو حضرتك الكتس بتاعتك بتكشف على النيتروجين هيطلع السيرم ليفل بتاع البلاد يوريا نيتروجين، يعني النيتروجين اللي في البلاد يوريا، النيتروجين كونتنت في البلاد يوريا 10 لـ20 ملي جرام بالديسيليتر، يعني نص القيمة الاولانية اللي هي من 20 لـ40 ملي جرام بير دي سي لتر. ده طبعا يقول لحضرتك بقى في دول بتستخدم البلاد يوريا نيتروجين زي امريكا، وفي دول تانية بتستخدم البلاد يوريا حسب الكتس اللي عندهم. زي ما بقول لحضرتك لو الكتس بتكشف عن نيتروجين كونتنت يبقى هيستخدم البلاد يوريا نيتروجين، لو الكتس بتستخدم او بتكشف على البلاد يوريا مولوكيول از هول يبقى حضرتك هتستخدم البلاد يوريا. واحنا عرفنا القصه بتاعت ان البلاد يوريا نيتروجين تقريبا نص البلاد يوريا، اتمنى. وطبعا البلاد يوريا ضعف البلاد يوريا نيتروجين، يعني ده النسبة ما بينهم بلاد يوريا نيتروجين الى اليوريا 1 لـ2، او البلاد يوريا الى البلاد يوريا نيتروجين 2 لـ1. طيب حاجة تانية يا جماعة اللي هنتكلم عنها السيرم كرياتينين. تعالوا كده نشوف الدياجرام ده. زي ما حضرتك شايف الستارت بتاعي ان انا عندي امينو اسيد اسمه ارجينين بيتحد مع امينو اسيد اسمه الجلايسين في الكدني بإنزيم اسمه أرجينين جلايسين أمينو ترانسفيريز، بيتكون مادة اسمها جوانيدو أسيتيك أسيد. الجوانيدو أسيتيك أسيد بيبقى أبتيكن باي ذا ليفر علشان يتحول بإنزيم اسمه جوانيدو أسيتيك ميثايل ترانسفيريز، يعني يتحط على الجوانيدو أسيتيك أسيد ده ميثايل جروب علشان يتكون الكرياتين. الكرياتين يطلع من الليفر علشان طبعا يروح البلد علشان يبقى ابتيكن باي ذا مصل. الكرياتين يدخل جوه المصل يتحول الى فوسفوكرياتين بانزيم اسمه كرياتين كاينيز او كرياتين فوسفوكاينيز. يتحول الكرياتين الى المادة اللي اسمها فوسفوكرياتين او كرياتين فوسفيت اللي حضراتكم خدتوه السنة اللي فاتت، اللي هو احد السورسز بتاعت الاي تي بي جوه المصل. اثناء المصل كونتراكشن بناخد منه احد المصادر بتاعت الاي تي بي اثناء المصل كونتراكشن. بعد كده يحصل ميتابوليزم للكرياتين والفوسفوكرياتين او الكرياتين فوسفيت جوه المصل، يتحولوا الى كرياتينين
كالنواتج لتكسير الكرياتين والفوسفوكرياتين. يطلع الكرياتينين من المصل طبعا يروح البلد علشان يروح للكدني علشان يبقى اكسكريتد في اليورين. وبالتالي الكرياتينين احد الميتابوليك ويست برودكتس التي تتكون في الجسم. تمام، طبعا حضراتكم الباسوي ده حضراتكم هتاخدوه في البايوكيمستري بالتفصيل اكتر من كده. يبقى الكرياتين اتصنع في الكدني والليفر وبعد كده راح البلد علشان يبقى ابتيكن باي المصل وكمان في البرين، وبعد كده يروح المصل يستخدم كسورس اوف اي تي بي، وبعد كده يتكسر الى كرياتينين علشان يروح للكدني زي ما اتفقنا يبقى اكسكريتد في اليورين. طيب في حاجة تانية عايز اقولها لحضرتك، ان الكرياتينين بيطلع in relation للمصل ماس. كلما زادت المصل ماس كلما تكسير الكرياتين والفوسفوكرياتين الى كرياتينين زاد، وبالتالي كلما زاد الليفل بتاع الكرياتينين، وبالتالي الاولد ايج والفيمي. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده لان المصل هي اللي بتصنع الكرياتينين، هي اللي بتكسر الكرياتين والفوسفوكرياتين وتعمل هي اللي بتكسر الكرياتين والفوسفوكرياتين وتطلع الكرياتينين، صح كده؟ مش احنا لسه قايلين اهو ان العضلات هي اللي بتاخد الكرياتين وتستخدمه كسورس اوف انرجي، وبعد شويه تكسر الكرياتين الفوسفوكرياتين الى كرياتينين، صح ولا لا؟ يبقى المصل هي اللي بتصنع الكرياتينين. وبالتالي لو واحد عنده المصل ماس كتيره جدا جدا، عنده عضلات كتيره جدا جدا جدا، يبقى اكيد هيطلع كرياتينين كتير جدا جدا جدا. والعكس بالعكس، لو واحد اصلا ما عندوش عضلات يبقى اكيد الكرياتينين اللي بيطلع من العضلات اكيد قليل بالمنطق والعقل يعني. ليه؟ لان اصلا العضله هي اللي بتطلع الكرياتينين. تمام. وبالتالي يا جماعه الاولد ايج والفيميل نتيجه ان المصل ماس عندهم بتبقى قليله، الراجل الاولد ايج ده حصل ويستنج في العضلات، وكذلك الفيميل العضلات عندها طبعا مش بتبقى زي الميل، بيبقى عندهم ديكريس في المصل ماس، وبالتالي الكرياتينين برودكشن بتبقى قليله في الناس دي اللي هم الاولد ايج والفيميل. والعكس بالعكس طبعا، لو واحد اثليت ميل اثليت رياضي عنده عضلات كتير هتلاقي الكرياتينين برودكشن بيبقى زايد عنده شويه. وبالتالي المعلومه النهائيه ان الكرياتينين برودكشن بيبقى بروبورشنال للمصل ماس زي ما اتفقنا. النورمال فاليوز يا شباب بتاعت الكرياتينين في البلد حوالي من نص لواحد ونص. الريفرنس زي ما انتم عارفين بتختلف من مكان لمكان يعني، او من كتاب لكتاب ومن مرجع لمرجع. انا يعني حفظوها لنا كده لما كنا ادكم من نص لواحد ونص، ده الرينج من نص لواحد ونص عشان ما تنسوهاش يعني، من نص لواحد ونص. تمام. طبعا اكتر من كده بيبقى فيه ماركر اوف كيدني افكشن ولازم حضرتك تدور وراه زي ما هنفهم في الكليرنس بعد شويه. كرياتين الليفل هاير ذان 1.2 مللي جرام بالديسيليتر فور وومن اند 1.4 مللي جرام بالديسيليتر فور مان از اساين اوف كيدني افكشن. زي ما اتفقنا ان الميل عشان عن المصل ماس عندهم بتبقى زايده شويه، فاحنا بنأكسبت هاير نورمال ليفل ذان الفيميل بيبقى اقل شويه. تمام. بعد كده يا شباب هندخل في الموضوع المهم بتاعنا النهارده، الا وهو الكليرنس والكونسبتس بتاعته. بالنسبه يا شباب للكليرنس، كلمه كليرنس يعني ايه؟ تعالوا نقرا الديفينيشن كده ونشرحه باذن الله واحده واحده. quantity of blood او بلازما completely cleared of a substance per unit. طيب يعني ايه يا جماعه الكلام ده؟ كلمه كليرنس اصلا يعني تنظيف او تنقيه. الكليرنس ده يا جماعه معناه قد ايه حجم من الدم او من البلازما اتنضفوا من ماده معينه. زي ما حضراتكم عارفين ان الكدن دي مصفى ربنا خلقها عشان تصفي الدم من توكسينز ومن الميتابوليك ويست برودكتس والحاجات دي كلها. طب لو انا خدت ميتابوليك ويست برودكت واحد سين مثلا، عايز اعرف قد ايه حجم من الدم او البلازما اتنضف من المركب سين ده. الحجم اللي انا طلعته ده هو الكليرنس بتاع الماده دي. يعني الكليرنس بتاع الماده دي اللي هي سين دي لو طلع مثلا لتر في الدقيقه مثلا، يعني يبقى في لتر دم
او بلازما في الدقيقة بيتنظف من المادة سين دي. نقول تاني، يبقى لو افترضنا ان المادة دي سين، الكليرانس بتاعها يساوي 1 لتر في الدقيقة، معناه ان في لتر دخل الكلية في الدقيقة في مادة سين، ولف لفته في الكدني وطلع من الفينس سيستم بتاع الكدني، يعني رجع تاني الدم مفيش فيه المادة سين دي. يبقى بمعنى اخر اللتر ده في الدقيقة اتنظف من المادة سين. ليه؟ لانه دخل الكدني وطلع منها، دخل الكدني فيه المادة سين وطلع من الكدني مفيش فيه المادة سين. يبقى بمعنى اخر ان اللتر ده في الدقيقة اتنظف من المادة سين. ليه؟ لان المادة سين بالعقل كده نزلت في اليورين، الكدني صفطها ونزلت في اليورين، صح ولا ايه؟ ده معنى الكليرنس بتاع المادة سين دي. يبقى الكمية او الكوانتيتي او الحجم، طبعا انا بتكلم هنا في سوائل وبالتالي اقصد الحجوم، يعني الفوليوم اوف بلاد او بلازما كومبليتلي كليرد، اتنضف اوف ا سبستانس بير يونت تايم في وقت معين، وانا غالبا كل حساباتي بتبقى في الدقيقة، تمام كده. طب انا بستخدم الكليرنس ده ليه يا جماعة؟ علشان لو حضرتك اشتغلت في النفرولوجي او في تخصص الكلى وامراضها، هتبقى مهتم جدا ان انت تعمل اسسمنت للكيدني فانكشن، او حتى بطنجي مش شرط تكون نفرولوجيست، يعني هتبقى مضطر دايما تعمل اسسمنت للكيدني فانكشن علشان تعرف الكيدني دي اخبارها ايه. طيب انا قايل لك من شويه ان الكيدني وظيفتها انها تنظف الدم كانها مصفى، تنظف الدم من التوكسينز والميتابوليك ويست، تنزل الميتابوليك ويست والتوكسينز دي في اليورين وترجع الدم نضيف تاني. يبقى انا لما احسب الكليرنس بتاع المواد المختلفه اقدر اعرف كام قد ايه حجم من الدم اتنظف من السموم دي، وبالتالي كل ما كان حجم الدم اللي اتنظف من السموم اكتر واكتر واكتر، كل ما الكيدني كفائتها احسن واحسن واحسن. ليه؟ لان هي بتنظف كميات كبيره من الدم، والعكس بالعكس، كل ما كانت الكيدني مش عارفه تنظف كميات من الدم، كل ما كان كميه الدم اللي هتتنظف من السموم قليله، عشان الكيدني بايظه مش عارفه تنظف الدم، كل ما كان زي ما بقول لحضرتك كميه الدم اللي هتتنظف من السموم قليله، كل ما كان الكليرنس بتاع الماده دي اللي هي السموم قليل، تمام كده يا جماعه. فانت بتستخدم الكليرنس ده في الاسسمنت بتاع الكيدني فانكشن. الحاجه الثانيه في الفارماكولوجي طبعا، لان الكليرنس اوف دراجز مهم جدا 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 تبقى عارفه علشان تعمل موديفيكيشن للدوز اكوردنج للكيدني فانكشن. يعني لو في دواء معين، طبعا كل دواء حضرتك بتقرا النشره بتاعته بيقول لحضرتك والله لو العيان ده الكرياتينين كليرنس بتاعه من كذا لكذا ادي الجرعه كامله، من كذا لكذا ادي نص الجرعه، من كذا لكذا ادي ربع الجرعه، من كذا لكذا ادي الجرعه يوم بعد يوم، من كذا لكذا ما تديلوش خالص. ده ليه؟ لان زي ما بقول لحضرتك الدواء ده بيبقى بيحصل له اكسكريشن عن طريق الكدني. طب لو الكدني بعافيه شويه يعني بايظه مش عارفه تعمل اكسكريشن، وبالتالي الدواء ده هيدخل من هيخش جوه الكدني مع الدم اللي هيدخل الكدني، وهيرجع تاني للدم، لان هو ما تنضف الكليه مش عارفه تنضف الدم من الدواء ده، مش عارفه تستخلص الدواء ده ترميه في اليورين وترجع الدم تاني، مش عارفه تصفي الدم من الدواء ده. وبالتالي حضرتك لو اديت جرعه زايده في عيان عنده الكدني فيها مشكله، يبقى انت بتعمل تراكم للدواء ده في الجسم، لان الكدني بايظه مش عارفه تصفي وتنقي الدم من هذا الدواء، وبالتالي الدواء هيتراكم في الجسم وممكن يعمل توكسيستي. بالتالي حضرتك تتحايل على الموضوع ده، ان انت اصلا لما تبقى عارف ان الكدني فيها مشكله تقوم جاي مقلل الجرعه، بحيث ان حضرتك تتغلب على الحكايه دي وما تعملش تراكم للدواء في جسم العيان. طبعا لو الكدني فانكشن كويسه يبقى هي هتستطيع ان انت لو اديت جرعه كبيره تصفي وتنقي الدم من الدواء ده، وبالتالي اول باول هيحصل له اكسكريشن ومش هيتراكم ويعمل سميه. الحاجه الثانيه طبعا ان في نيفروتوكسيك دراجز، لو حضرتك اديتها في عيان اصلا عنده الكيدني فانكشن بعافيه شويه بايظه، ممكن تخلص على شويه الكويسين الفانكشنينج اللي هو عايش بيهم، وبالتالي لازم حضرتك تبقى عارف الكرياتينين كليرنس او الكليرنس بتاع العيان ده قبل ما تديله دواء، بالذات لو كان الدواء ده نيفروتوكسيك دراج او ليه كيدني سايد افكتس. فالكليرنس ده حاجه مهمه جدا هتفضل حضرتك تتعامل بيها وتسمع عنها طول ما حضرتك في مشوارك الطبي العظيم. طيب وبالتالي زي ما اتفقنا كده، كل ما كانت الكيدني فانكشن قليله
كل ما كانت مقدرة الكدني إن هي تصفي وتنقي الدم من التوكسينز قليلة، كلما تراكمت التوكسينز في البلد. بمعنى آخر إن في علاقة وطيدة بين الجلوميرولار فلتريشن ريت، كمية الدم اللي بيحصل له فلترة في الكلية، والكدني فانكشن. كل ما كانت الكدني فانكشن قليلة، كل ما كان الجلوميرولار فلتريشن قليل، وبالتالي مقدرة الكدني إنها تعمل كليرنس أوف بلد فروم التوكسينز قليلة، كلما تراكمت التوكسينز في البلد. طيب تعالوا كده نسمي الله واحدة واحدة، واللي مش فاهم إن شاء الله الأمور تتضح له مع الوقت. عايزين نعمل بس مراجعة كده للاستراكشر بتاع الكيدني والعمليات اللي بتحصل في الكيدني. احنا عندنا هنا الافرنت ارتيول زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده الافرنت ارتيول بيتفرع الى الجلوميرولار كابيلاريز، وبعد كده الجلوميرولار كابيلاريز تتجمع وتعمل الافرنت ارتيول، بعد كده الافرنت ارتيول بيتفرع ويعمل البيريتيوبرال كابيلاريز، وبعد كده البيريتيوبرال كابيلاريز تتجمع وتعمل الفينيول. زي ما حضراتكم شايفين الرينال تيوبيولز بتبدأ من البوبنز كبسول اللي هي محاوطة الجلوميرولوس من كل حتة. البوبنز كبسول المحاوطة الجلوميرولوس من كل حتة، ده المكان اللي بيحصل فيه الفلتريشن. بعد كده طبعا البوبنز كبسول بتودي الى الرينال تيوبيولز. العمليات اللي بتحصل في الكيدني كالآتي، زي ما حضراتكم عارفين بيحصل عند الجلوميرولس حاجة اسمها فلتريشن، يعني الدم اللي داخل ده بيتفلتر، بيحصل له فلتريشن. بعد كده الفلويد اللي موجود في الرينال تيوبيولز جزء منه يحصل له ري ابسوربشن، يعني يرجع الدم تاني، والدم ينزل شوية حاجات عليه في عملية اسمها سيكريشن. وبعد كده الرينال تيوبيولز تفضل تسلم لبعضها التيوبرال فلويد ده لحد في الاخر ما ينزل في يورين، وبالتالي يبقى اسمه اكسكريشن. يبقى انا دلوقتي عندي فلتريشن، هو خروج الفلويد من البلد يروح للرينال تيوبيولز، بعد كده الفلويد اللي موجود في الرينال تيوبيولز او التيوبرال فلويد ده يرجع شويه منه للبيري تيوبرال كابيلاريز، يعني يرجع الدم تاني، والدم يحط عليه شويه حاجات. العمليه الاولانيه اسمها ري ابسوربشن، والعمليه الثانيه اسمها سيكريشن زي ما حضراتكم شايفين. وفي الاخر خالص بقى المعركه دي اللي بتحصل اخرها ان احنا هننزل شويه فلويد في اليورين، ما في شويه توكسينز ومركبات. العمليه النهائيه دي اسمها اكسكريشن. يبقى الاكسكريشن زي ما حضرتك شايف نقدر نقول اللي هو الفلتريشن، حضرتك هتطرح منه الشويه اللي حصل لهم ري ابسوربشن لان هم رجعوا الدم ما نزلوش في الاكسكريشن، هتزود عليه الكميه اللي حصل الحاجات اللي حصل لها سيكريشن، يعني نزلت على التيوبرال فلويد، محصله الحاجات دي كلها هو الاكسكريشن. طيب زي ما حضرتك شايف انا دخل عندي في الافرنت ارتيول دم، الدم ده زي ما حضراتكم عارفين في جزء منه سيلولار وجزء منه بلازما، وزي ما حضرتك عارف ان الاكتر خليه في العدد في الدم هي كرات الدم الحمراء لان هي 5 مليون في الملي متر المكعب، انما الوايت بلاد سيلز من 4000 ل 11000، البليتلت 150 450 الف، يعني كلام فاضي كده، 150 الف 450 الف في الملي متر المكعب. فانت عندك الريد بلاد سيلز دي 5 مليون في الملي متر المكعب، فتقريبا المين كومبوننت بتاع الخلايا بتاعت الدم هي ريد بلاد سيلز، فتقريبا الدم 40% منه ريد بلاد سيلز و 60% بلازما. طيب بالله عليك يا اخي ايهم هيحصل له فلتريشن، البلازما ولا الريد بلاد سيلز؟ الريد بلاد سيلز طبعا زي البروتينز كبيره في الحجم، ما ينفعش ما تعرفش تعدي من المصفى بتاعه الجلوميرولار كابيلاريز، وبالتالي الفلتريشن مقتصر على البلازما الا وهو الفلويد. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الفلتريشن بياخد معاه المواد الدائبه في الميه زي الجلوكوز وزي الاملاح وزي التوكسينز و يعني البلازما يحصل لها فلتريشن بالخير بتاعها او بالحاجات اللي هي دايبه فيها، زي ما بقول لحضرتك الجلوكوز والامينو اسيدز والالكترولايتس والاملاح المختلفه والتوكسينز والميتابوليك ويست و بعد كده بقى حضرتك تعمل ري ابسوربشن للحاجات الكويسه اللي انت عايزها، وتعمل سكريشن للحاجات الوحشه اللي انت مش عايزها عشان في الاخر تكون اليورين. طيب تعالوا نراجع كده بعض المعلومات كمان. حضرتك عارف ان 5 لتر هو عباره عن الكاردك اوتبوت في الدقيقه، الخمسة لتر دول الكدني بتاخد منهم حوالي الخمس او الربع من 20 ل 25%. معروف ان الكدني في الدقيقة بتاخد ربع الكاردياك اوتبوت، يعني لو الكاردياك اوتبوت 5 لتر في الدقيقة هي تاخد الربع،
او من 20 لـ25%. طيب يعني الـ5 لتر دول تقريبا الرينال بلاد فلو في الدقيقة حوالي لتر، يعني في لتر دم بيخش الكدني في الدقيقة، تمام كده؟ يعني حوالي 20% زي ما اتفقنا، هنحاول يعني نبسط الأرقام شوية، خليها 20% أو الخمس، يعني حوالي لتر في الدقيقة بيدخل الكدني زي ما حضرتك شايف كده. الدم اللي دخل الكدني في الدقيقة ده يا جماعة اسمه ايه؟ اسمه رينال بلاد فلو، يعني كمية الدم اللي دخلت الكدني رينال بلاد فلو، يعني الكلام واضح. طيب رينال بلاد فلو ده يا جماعة قد ايه في الدقيقة؟ لتر في الدقيقة. طيب اللتر اللي دخل في الدقيقة ده زي ما حضرتك شايف 40% ريد بلاد سيلز و60% بلازما، يعني 400 مللي من اللتر دول في الدقيقة ريد بلاد سيلز بيخشوا الكدني، و600 مللي في الدقيقة بلازما بيدخلوا الكدني من اصل اللتر. طيب البلازما اللي هي 600 مللي في الدقيقة اللي دخلت الكدني اسمها ايه بالعقل كده؟ اسمها رينال بلازما فلو، يعني كمية البلازما اللي دخلت الكلية في الدقيقة اللي هي تقريبا 60% من حجم الرينال بلاد فلو كله، اللي هي تقريبا حوالي 600 مللي في الدقيقة. طيب احنا اتفقنا ان الفلتريشن بيحصل للبلازما، طيب قد ايه يا جماعة من ال 600 مللي دول بيحصل له فلتريشن؟ تقريبا الخمس. معروف ان بيحصل تقريبا فلتريشن لخمس كمية الفلويد اللي داخلة الكدني كل دقيقة. لما تيجي حضرتك تشوف الخمس ده اللي هي 20% من 600، تقريبا حوالي 125 ملي لتر بير منت، يعني في 125 ملي بلازما في الدقيقة بيحصل لها فلتريشن كل دقيقة في الكدني. اختصارا او يعني تبسيطا للارقام، قول 100، قول 100 ملي لتر بير منت بلازما بيحصل لها فلتريشن كل دقيقة في الكدني. طيب قد ايه من هذا الفلويد بيحصل له ري ابسوربشن؟ 99% من هذا الفلويد يحصل له ري ابسوربشن. زي ما حضرتك عارف ان بيحصل فلتريشن تقريبا ل 180 لتر في اليوم على مدار اليوم، فطبعا انت دمك كله 5 لتر، فربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش يخلي ال 180 لتر دول يحصل لهم فلتريشن وينزلوا في اليورين، هتموت طبعا، دمك هيتصفى، مش هتستحمل كل هذه الكمية. فسبحان الله ربنا لازم يخلي 99% من البلازما اللي حصل لها فلتريشن دي نسحبها تاني للجسم اللي هو تقريبا 99 مللي لتر بير منت، وينزل 1 مللي لتر في المية او 1% من ال 100 مللي اللي حصل لهم فلتريشن في الدقيقة دول، ده اللي هينزل في اليورين في الدقيقة اللي هو بيكون حوالي من لتر لتر ونص يورين في ال 24 ساعة او على مدار اليوم. طب كان ايه لازمتها بقى اللفة الطويلة العريضة دي؟ ان الفلويد يا جماعة اللي بيحصل له فلتريشن بياخد التوكسينز معاه، انت ما تقدرش تنزل التوكسينز كده بمزاجك، اصل هو الجسم يعني ما هوش يعني التوكسين على راسها بطحة عشان يصطادها من الدم وينزلها في اليورين. في نفس الوقت ممكن تبقى من حاجة مش توكسين وانت عايز تتخلص منها بشكل او باخر، عندك الهيدروجين زايد وعايز تتخلص منه، عندك البايكارب زايدة وعايز تتخلص منها، هي مش توكسين زي، فلازم تعمل فلتريشن لكمية من الفلويد يكون فيها المنافع بتاعتها او فيها المشتملات بتاعتها او فيها بخيرها زي ما بنقول كده، فيها كل حاجة كده عاطل مع باطل، بحيث ان هي تتشد يحصل لها فلتريشن وتشد كل مكونات الدم معاها اللي ممكن يحصل لها فلتريشن. بعد كده بقى حضرتك ترجع اللي انت عايزه وتسيب اللي انت مش عايزه. طيب يبقى انا دلوقتي نعيد تاني الكلام بسرعه، 5 لتر كاردك اوتبوت في الدقيقه، كل الحسابات بتاعتي يا شباب في الدقيقه عشان ما حدش يلخبط الدنيا، كل الارقام اللي هتسمعوها في هذا اللاب وفي الكدني عموما كل حاجه بير منت، تمام؟ عندي 5 لتر في الدقيقه كاردك اوتبوت، بيروح منهم للكدني لتر تقريبا في الدقيقه، اسمه رينال بلازما فلو اللي هو حوالي 20% او الخمس. اللتر اللي دخل الكدني في الدقيقة ده بنقسمه 400 مللي في الدقيقة ريد بلاد سيلز و600 مللي في الدقيقة بلازما، عشان كده بنطلق على 600 مللي دول رينال بلازما فلو في الدقيقة. خمس البلازما دي، خمس البلازما، خمس ال 600 بيحصل له فلتريشن في الجلوميرولوس، وبالتالي لما تيجي تحسب الخمس من ال 600 حوالي 100 مللي لتر بير منت بلازما بيحصل لها فلتريشن في الدقيقة، اسمه ايه ده؟ اسمه جلوميرولار فلتريشن ريت، يعني قد ايه
فلويد بيحصل له فلتريشن في الكدني في الدقيقة. طيب 99% من ال GFR ده بيحصل له ري ابسوربشن اللي هو 99 مللتر بير مينت، واحد في المية اللي هو 1 مللي بير مينت بيحصل له اكسكريشن في صورة يورين. يبقى اتمنى النقطة دي تبقى واضحة بالنسبة لحضرتك. طيب تعالوا بقى نقول هذا المثل علشان نفهم بالظبط انا ازاي هحسب الجي اف ار. انا النهاردة عايز احسب الجلوميرال فلتريشن ريت ده، عايز احسب كمية الفلويد اللي بيحصل لها فلتريشن في الكدني. طب عايز احسب ليه الجي اف ار؟ ليه هو المجهول عندي في المعادلات دي اللي انا عايز احسبه؟ لان زي ما اتفقنا الجي اف ار ده هو اللي بيعطيني انطباع على الكدني فانكشن. كل لما كانت الكدني فانكشن كويسة، كل لما كان الكدني تقدر تستخلص وتعمل تصفية وتنقية للدم بأحسن ما يمكن، وبالتالي أفهم من الكلام ده إن الجي اف ار كويس. والعكس بالعكس، كل ما كانت الكدني دي تعبانة، كل ما كانت مش قادرة تعمل فلترة وتنقية للدم، وبالتالي الجي اف ار قليل، ما فيش فلويد قد كده بيحصل له فلتريشن في الكدني، وبالتالي الدم بيدخل الكدني مليان سموم وبيلف يخرج من الناحية التانية برضو مليان سموم، وبالتالي الجي اف ار قليل جدا، وبالتالي السموم تتراكم في الجسم. يبقى الجي اف ار يا جماعة انا بحسبه ليه؟ لان ده الماركر اللي بيعطيني دليل على حالة الكدني. كل ما كان الكدني بتعمل فلتريشن لفلويدز اكتر، وبالتالي بالمنطق كده بتصفي الدم من توكسينز اكتر واكتر، كل ما كانت الكدني فانكشن دي شغالة كويس. والعكس، كل ما كانت الكدني مش قادرة تعمل فلتريشن لفلويدز، كل ما كانت الكدني دي تعبانة، وبالتالي الجي اف ار بتاعها قليل، وبالتالي تتراكم السموم وتبقى حالة الكدني دي مش كويس. فاللي انا عايز احسبه النهاردة هو الجي اف ار او الجلوميرال فلتريشن ريت. تعالوا كده نشوف المثل اللي احنا هنحسب بيه الجي اف ار. انا عندي زي ما حضرتك شايف طبعا الافرنت والارتريور والجلوميرال كابيلاريز، وبعد كده طلع الافرنت، وبعد كده عملنا البيريتيورال كابيلاريز اللي عملت الفينيول، وده الرينال تيوبيول زي ما حضرتك شايف. عندي ماده اسمها الانيولين. الانيولين دي بولي ساكرايد، بتبقى بروديوسد باي بلانتس كتير، بيستخدموها بيصنعوها من نبات اسمه الشيكوري او اسمه الهندباء البريه، يعني اعرف ان هي بولي ساكرايد وخلاص. الانيولين دي زي ما حضرتك شايف كده، هفترض ان انت حاقن في الشخص ده 5 مولوكيولز انيولين. زي ما حضرتك شايف كده انا حاقن في الراجل ده 5 مركبات انيولين اللي هم الخمس دوائر الخضراء اللي حضرتك شايفهم. كل مركب انيولين موجود في حجم معين من البلازما بالعقل والمنطق كده، لانه كل مركب انيولين دايب في الدم وبالتالي موجود في حجم معين من البلازما اللي هو المربع اللي عليه شادو بالمية ده. طيب الخمسة مولوكيولز انيولين اللي هم دايبين في 5 حجوم متساوية من البلازما دول، احنا اتفقنا ان 20% او خمس الفلويد او البلازما اللي داخلة الكدني بيحصل له فلتريشن، وبالتالي خمس كمية الانيولين ومعاها خمس البلازما هيحصل لها فلتريشن في الجلوميرولس، وبالتالي زي ما حضرتك شايف كده يحصل فلتريشن لمركب انيولين وشوية مية، ويطلع في الافرنت ارتيول 4 مركبات انيولين ب4 حجوم من المية. يعني من الاخر يا جماعة، خمس الانيولين حصل له فلتريشن وخمس البلازما حصل لها فلتريشن، زي ما اتفقنا ان البلازما بيحصل لها فلتريشن بالمنافع بتاعتها، وبالتالي البلازما يحصل لها فلتريشن بالانيونين اللي فيها. وبما ان حضرتك انا قلت لك ان الخمس من البلازما بيحصل له فلتريشن في الجلوميرولس، يبقى خمس الانيولين هيحصل له بالتبعيه فلتريشن في الجلوميرولس. طيب خلينا نكمل. زي ما حضرتك شايف كده ان الووتر اللي حصل لها فلتريشن مع الانيولين نزلت في الرينال توبيول، وبعد كده ضحكت على الانيولين وسابته ورجعت تاني للدم للبيريتيوبرال كابيلاريز، ونزل الانيولين وحيدا في الرينال توبيولز. ليه؟ لان انا زي ما قلت لحضرتك 99% تقريبا من الفلويد بيحصل له ري ابسوربشن،
وبالتالي النسبة من الوتر اللي هتنزل مع الانيولين قليلة جدا، تكاد تكون لا تذكر. يبقى تقريبا كل المية اللي حصل لها فلتريشن رجعت للدم وضحكت على الانيولين وسابت الانيولين ينزل لوحده. خد بالك بقى كمية الوتر اللي سابت الانيولين ورجعت الدم تاني، مش انا اقدر اقول عليها الفوليوم اوف بلازما كليرد من انيولين؟ ليه؟ لان لو تاخد بالك انها رجعت فاضيه من الانيولين، لو تاخد بالك ان انا الاربع مركبات اللي ما حصلهمش فلتريشن في الجلوميرولز دخلوا الافرنت ارتيول وطلعوا في الفينيول زي ما هم يبقى ما تنضفوش من انيولين. انما المربع اللي رجع من الرينال تيوبيولز اللي هو ضحك على الانيولين وسابه، رجع الرينال بليتيوبرال كابيلاريز يعني رجع الدم تاني فاضي اهو من الانيولين، يبقى رجع متنضف من الانيولين. يبقى الفوليوم اوف بلازما كليرد من الانيولين هي الووتر اللي ضحكت على الانيولين وسابته وحصل لها ري ابسوربشن. اقدر اقول يا شباب في اللحظه دي ان الفوليوم اوف بلازما كليرد من الانيولين هو ده الانيولين كليرنس. ليه؟ لان هو ده الفوليوم اوف بلازما اللي حصل له كليرنس من الانيولين. يبقى شباب الفوليوم اوف بلازما اللي حصل له كليرنس او اتنضف من الانيولين احنا بنطلق على الفوليوم اوف بلازما ده الانيولين كليرنس. لو تاخد بال حضرتك ان الفوليوم اوف بلازما اللي حصل له كليرنس من الانيولين هو هو الفوليوم اوف بلازما اللي حصل له فلتريشن. ليه؟ لان كميه البلازما اللي حصل لها كليرنس او اتنضفت من انيولين هي هيها كميه البلازما اللي سابت الانيولين وضحكت عليه ورجعت الدم تاني، هي هيها كميه البلازما اللي حصل لها فلتريشن. يبقى انا لو عرفت كميه البلازما اللي اتنضفت من الانيولين، يعني لو عرفت احسب الانيولين كليرنس، بالتالي انا حسبت الجلوميرولار فلتريشن ريت بشكل غير مباشر. نقول تاني كل الجمله دي، لو انا قدرت اعرف ايه هو الحجم من البلازما اللي حصل له كليرنس او اتنضف من الانيولين، يبقى انا قدرت اعرف بشكل غير مباشر ايه هو الجلوميرولار فلتريشن ريت او قد ايه حجم من البلازما حصل له فلتريشن. طب ليه انا بقول الكلام ده؟ لان زي ما حضرتك شايف شويه البلازما اللي حصل لهم فلتريشن اللي انا عايز اعرف حجمهم قد ايه اللي هو الجلوميرولار فلتريشن ريت، هو ده نفس كميه البلازما او حجم البلازما اللي ضحكوا على الانيولين وسابوه لوحده ينزل في اليورين ورجعوا تاني للدم ورجعوا من غيره يعني اتنضفوا منه. يبقى انا لو قدرت احسب الانيولين كليرنس انا عرفت احسب الجي اف ار. يبقى الفوليوم اوف بلازما كليرد من الانيولين هو هو الفوليوم اوف بلازما فلترد في جلوميرولس بير مينيت. طيب زي ما حضرتك شايف كده ان الاماونت اوف انيولين فلترد بير مينيت اللي هو الدايره الخضراء هي هيها الاماونت اكسكريتد في اليورين بير مينيت. زي ما انت شايف الكميتين متساويتين، كميه الدم او انا اسف كميه الانيولين اللي حصل لها فلتريشن اللي هو الدايره الخضراء هي هيها كميه الانيولين اللي حصل لها اكسكريشن. ليه؟ لان هو الانيولين حصل له فلتريشن مع شويه ميه، الميه رجعت وسابته وهو كمل في التيوبيول لحد ما نزل في اليورين، يبقى الكميه اللي حصل لها فلتريشن فوق عند الجلوميرولس هي هيها الكميه اللي نزلت في اليورين. تعالوا كده اللي هي من الاخر الخمس، خمس كميه الانيولين الكليه اللي كانت في الرينال ارتري الافرنت ارتريول زي ما حضرتك شايف. تعالوا كده نفك معادله الاماونت دي. زي ما حضرتك عارف ان التركيز بيساوي كميه على حجم، يبقى الكميه بتساوي الحجم في التركيز. يبقى انا دلوقتي لو عرفت اشوف تركيز الانيولين في الفلتريت، تعالوا كده نرجع للرسمه دي تاني، لو قدرت اشوف تركيز الانيولين في الفلويد اللي حصل له فلتريشن ده تركيزه وليكن س، لو ضربته في حجم الفلويد اللي حصل له فلتريشن ده هو هو اللي هي اللي انا قلته ده اللي هي الاماونت فلتر. يعني انا فكيت الاماونت رحت جاي قايل الحجم في التركيز، حجم ايه بالظبط؟ حجم الفلويد اللي الانيولين ده كان موجود فيه اللي هو يعني ايه اللي هو الجي اف ار اللي هو الفوليوم اوف فلويد فلترد في الكدني في الدقيق، وضربت الفوليوم ده في تركيز الانيولين في الفوليوم ده، دي الطرف الاولاني او الشق الاولاني من المعادله. طيب الاماونت اكسكريتد دي هتفكها ازاي؟
برضو الحجم في التركيز، حجم ايه بالظبط؟ حجم الفلويد اللي الانيولين موجود فيه، اللي هو حجم اليورين، صح ولا ايه؟ يبقى الحجم في التركيز اللي هو تركيز الانيولين في اليورين. يا رب تكون الامر ده واضح بالنسبه لحضراتكم. يبقى طالما الاماونت هي الاماونت، الاماونت فلترد اوف انيولين هي الاماونت اكسكريتد في الدقيقه، يبقى حضرتك الاماونت دي بيساوي التركيز في الحجم سواء هنا او هنا، ولكن كل حاجه هتختلف حسب هي كانت موجوده في ايه. في شق المعدل الاولاني الاماونت فلترد، يبقى هتشوف تركيز الانيولين في الفلترت وهتضربها في الفوليوم اوف فلتريت. طيب طبعا الفوليوم اوف فلترت في الدقيقه ده اللي هو الجي اف ار، اللي هو الفوليوم اوف بلازما كليرد من الانيولين بير مينت، اللي هو الانيولين كليرنس زي ما اتفقنا، اللي هي كميه الفلويد اللي حصل لها فلتريشن وبعد شويه ضحكت على الانيولين وسابته ورجعت الدم تاني. ده اللي انا عايز احسبه، صح ولا ايه؟ لان زي ما اتفقنا الكميتين تقريبا متساويتين، الكميه اللي حصل لها فلتريشن اللي هي ضحكت على الانيولين ورجعت تاني الدم وسابت الانيولين بقى ايه ينزل في اليورين مع نفسه. طيب تركيز الانيولين في الفلتر ده يا جماعه هتعرفه ازاي؟ المفروض منطقيا يعني ان حضرتك تاخد عينه من الفلتر ده وتقيس تركيز الانيولين فيه، بس ده طبعا حاجه مستحيله جدا. يعني انت عندك انت مستحيله طبعا تعمل حاجه زي كده، ولو عايز تعمل حاجه زي كده انت عندك 1.2 مليون نفرون في كل كدني، هتعمل كده بقى ان شاء الله هتدخل 1.2 مليون ابره في كل كدني عشان تاخد عينه من الفلتر. طبعا كلام خزعبلي يعني. فاحنا بنعمل ايه يا جماعه؟ بنعمل حركه ذكيه جدا، وهكذا العلماء يعني ناس بتشغل دماغها، ربنا يرزقنا واياكم العلم النافع. هما عملوا ايه بقى الجماعه العلماء دول؟ قال لك والله بدل ما نعمل ناخد عينه من الفلترت تركيز عشان نعرف تركيز الانيولين في هذا الفلترت، احنا هناخد عينه من الدم نفسه، واحنا عارفين مسبقا ان تركيز الانيولين في الدم هو تركيز الانيولين في الفلترت. فيعني واحد مننا كده هيهرش في دماغه ويقول الله ده جابوها ازاي دي. ببساطه شديده يا شباب، طالما حضرتك احنا قلنا ان خمس البلازما بيحصل لها فلتريشن في الكدني، صح ولا ايه؟ يبقى لو حضرتك تاخد بالك خمس البلازما حصل لها فلتريشن بخمس كمية الانيولين، وبالتالي طالما خمس الانيولين حصل له فلتريشن بخمس حجم البلازما يبقى التركيز متساوي. يا رب تكون النقطة دي واضحة بالنسبة لحضراتكم. ليه؟ لأن حضرتك كان عندك حجم معين من البلازما وكمية معينة من الانيولين، نزلت من هذا الحجم المعين من البلازما الخمس ونزلت معاهم خمس كمية الانيولين، فلما تيجي تشوف التركيز اللي هو كمية على حجم كمية الانيولين على حجم البلازما هي كمية الانيولين اللي حصلها فلتريشن على حجم البلازما اللي حصلها فلتريشن، لان هما الاتنين خمس، وبالتالي هو الخمس هو نفس التركيز. هنقولها اخر مرة، التركيز بيساوي الكمية على الحجم. يبقى تركيز الانيولين في البلازما بيساوي كمية الانيولين في البلازما اللي هي قد ايه، اللي هي الخمس دوائر الخضر دول، على حجم البلازما اللي موجودة، حجم البلازما اللي هو الخمس مربعات اللي هم فيهم شادو ووتر دول، صح ولا لا؟ يبقى تركيز الانيولين في البلازما هي كمية الانيولين في البلازما اللي هم خمس دوائر خضر على حجم البلازما اللي دخلت الكدني اللي هم الخمس مربعات اللي عليهم شادو ووتر. طيب تركيز الانيولين في الفلتر بتساوي ايه؟ بيساوي كمية الانيولين اللي حصلها فلتريشن اللي هو الدايرة واحدة بس خضرة، على حجم الميه اللي حصل لها فلتريشن اللي هو مربع واحد بس من الميه. يبقى لما تيجي تشوف بالله عليك خمس مركبات من الانيولين، خمس مركبات من الانيولين موجودين في البلازما، وفي خمس حجوم من البلازما، يبقى خمسه على خمسه نسبتهم بواحد. طب لما تيجي تشوف تركيز الانيولين في الفلتريت، يبقى في واحد مركب من الانيولين على واحد حجم من الميه، يبقى برضو نسبتهم واحد، يبقى التركيزين متساويين. طب الحكايه دي حصلت ليه؟ لان 20% من البلازما حصل لها فلتريشن ب 20% من كميه الانيولين، وبالتالي التركيز في الفلترت هو التركيز في البلازما. يا رب تكون النقطه دي واضحه بالنسبه لحضراتكم. يبقى علشان حضرتك تحسب تركيز الانيولين في الفلترت
بتاخد عينة بلد بكل سهولة وبساطة، تجيب فيه تركيز الانيولين وبتستعيض عن تركيز الانيولين في الفلترت بهذا التركيز اللي موجود في البلازما. يبقى حضرتك المجهول اللي عندك هو الجي اف ار، وحضرتك عندك الكونسنتريشن بتاع الانيولين في الفلترت اللي هو الكونسنتريشن بتاع الانيولين في البلازما. الناحيه الثانيه بقى اماونت اوف انيولين اكسكريتد في اليورين اللي هو الكونسنتريشن اوف انيولين في اليورين. هتاخد عينه يورين وتقيس تركيز الانيولين في العينه اليورين دي وتضربها في الفوليوم اوف يورين اللي حضرتك خدته ده، بس هتحولها ان انت تعرف ان هو في الدقيقه. يعني لو حضرتك خدت 24 اور يورين هتقوم جاي قاسم على 24 عشان تعرف حجم اليورين في الساعه، وبعدين تقوم جاي قاسم على 60 عشان تعرف حجم اليورين في الدقيقه، علشان خاطر احنا زي ما اتفقنا كل حساباتنا في المينت، فلازم كل الفوليومز في المعادله تبقى بير مينت. ما ينفعش يبقى الجي اف ار بير مينت والفوليوم بتاع اليورين في الساعه او في ال 24 ساعه. وطبعا الكونسنتريشن بتاع الانيولين في اليورين، لو حضرتك شفت الكونسنتريشن بتاع الانيولين في 24 ساعه يورين هو هوها التركيز بتاعه في ساعتين يورين هو هوها تركيزه في الدقيقه. ليه؟ لان حضرتك كل ما بتزود عدد الساعات كل ما بتزود كميه الانيولين وكل ما بتزود حجم اليورين اللي دايب في الانيولين، وبالتالي التركيز متساوي زي يعني نفس الفكره اللي قلناها من شويه. فمجرد ان انت تاخد عينه يورين وتشوف تركيز الانيولين يبقى خلاص انت كده هو ده التركيز بتاع الانيولين، ومش هتقعد بقى تحولها لمينتس ولا حاجه، لان اصلا التركيز كميه على الحجم. يعني اتمنى النقطه دي تبقى واضحه بالنسبه لحضراتكم. يبقى خدت 24 ساعه يورين، خدت ساعتين يورين، خدت 200 ساعه يورين، هو نفس تركيز الانيولين هيبقى متساوي في الثلاثه، لان كل ما بتزود حضرتك حجم اليورين كل ما بتزود كميه الانيولين، وبالتالي التركيز متساوي. لما تيجي حضرتك تعوض في هذه المعادله هيطلع لك المعادله التاريخيه بتاعه الانيولين، ان الكليرانس بتاع الانيولين اللي احنا اتفقنا اللي احنا بنستخدمه علشان نستدل بيه على الجلوميرال فلتريشن ريت، الانيولين كليرانس بير مليليتر بير مينت، بيساوي طبعا بقى ايه لما تيجي حضرتك تشوف، يبقى المجهول ده بيساوي الكونسنتريشن بتاع الانيولين في اليورين على الفوليوم اوف يورين على الكونسنتريشن بتاع الانيولين في الفلترت. زي ما حضرتك شايف الانيولين كليرانس بيساوي اليورينري انيولين كونسنتريشن طبعا بالملي جرام بير ملي لتر في الفوليوم اوف يورين ان ملي لتر بير مينت على الانيولين كونسنتريشن في البلازما اللي احنا اتفقنا ان احنا هنستعيض عنه بالكونسنتريشن بتاع الانيولين في الفلترت. وطبعا التركيز بالملي جرام بير ملي لتر هيطلع لك النورمال انيولين كليرانس اللي هو بيساوي حوالي 125 ملي لتر بير مينت اللي هو الجي اف ار. اتمنى النقطه دي تبقى واضحه بالنسبه لحضراتكم. في بس نقطه عايز اوضحها لكم، ان الاماونت بتاع الانيولين فلترد في الجلوميريراي هيها الاماونت اكسكريتد في اليورين. ليه؟ لان حضرتك زي ما هتعمل فلتريشن لحجم كبير كبير من الفلويد او البلازما في الجلوميريراي هيبقى تركيز الانيولين في هذا الحجم قليل. زي ما حضرتك شايف انت حاطط 1 2 3 4 5 6 مولوكيولز انيولين في حجم كبير جدا من الووتر، وبالتالي التركيز بتاع الانيولين هيقل والفوليوم هيبقى بتاع الووتر اللي هو دايب فيها هيبقى زايد. روح الناحيه الثانيه كده بالله عليك شوف لي ادي كميه اليورين اللي هتنزل في الاخر وفيهم نفس الست مولوكيولز انيولين، وبالتالي الفوليوم بتاع اليورين هيبقى قليل ولكن تركيز السكس مولوكيولز ده هيبقى زايد جدا لان حجم اليورين قل. وبالتالي لو حضرتك تشوف ان لو في بارامتر بيزيد على طول اللي جنبه بيقل علشان الاماونت تبقى هي الاماونت اللي هم السكس مولوكيولز اللي حضرتك شايفهم قدامك. يبقى الاماونت هي الاماونت، لما تيجي تفك كل واحده الحجم في التركيز الفوليوم بتاع البلازما اللي حصل لها فلتريشن هيبقى زايد، في نفس الوقت الكونسنتريشن بتاع الانيون هيبقى قليل لانه دايب في حجم فلويد الى حد ما كبير. على الجانب الاخر الفوليوم بتاع اليورين هيبقى قليل جدا جدا جدا، وبالتالي تركيز الانيون فيه هيبقى زايد جدا جدا جدا، وبالتالي التو اماونتس متساويتين. الكرايتيريا يا جماعه بتاعت الانيولين، يبقى دلوقتي انا بس اتمنى ان حضراتكم تبقوا فاهمين الكونسبت بتاع الانيولين كليرانس وليه انا بستخدمه في حساب الجلوميرال فلتريشن ريت، لان هذا الانيولين بيحصل له فلتريشن
وبعد كده الانيورين بينزل زي ما هو في اليورين، ما بيحصلوش ري ابسوربشن ولا سكريشن، يعني الكميه اللي حصل لها فلتريشن ما بيتحطش عليها انيولين من البريتيوبرال كابيلاريز اللي هو السكريشن، وفي نفس الوقت ما بتروحش تاني ترجع للدم اللي هو ما بيحصلهاش ري ابسوربشن، بتنزل زي ما هي، وبالتالي الاماونت فلترد ايكوال اماونت اكسكريتد في اليورين. وبالتالي على هذا الاساس حطيت انا معادلاتي وفكيت كل واحده منهم وقدرت اعرف ايه الجي اف ار او الفوليوم اوف بلازما اللي حصل له فلتريشن بدلاله المعادلات دي. يبقى انا استخدمت يا جماعه الانيولين في حساب الجي اف ار او الجلوميرال فلتريشن ريت. طب ايه يا جماعه الكرايتيريا بتاعت الماده اللي انا هستخدمها في حساب الجي اف ار دي اللي هي الكرايتيريا اوف انيولين؟ ان هي فليري فلترد، يعني يحصل لها فلتريشن بكل يعني فري، يعني ما فيش اي ريستريكشنز ان هي يحصل لها فلتريشن، عكس مثلا الريد بلاد سيلز او البلازما بروتينز ما يحصلهاش اصلا فلتريشن. يبقى انا ما ينفعش استخدم ماده ماسكه مع البلازما بروتينز واقول ان انا هستخدمها في حساب الجي اف ار لان هي اصلا مش هيحصل لها فلتريشن، فمحال ان انت تستخدم ماده ماسكه مع البلازما بروتين عشان تحسب جي اف ار. الحاجه الثانيه نوتري ابسوربد، يعني انا مش هستخدم ماده يحصل لها فلتريشن وتقوم جايه ضحكه عليا هي كمان وراجع الدم تاني، وبالتالي لما تيجي تحسب الكليرنس مش هيبقى فيه فوليوم اوف بلازما تنضف من الماده دي. ليه؟ لان هو حصل له الفوليوم اوف بلازما ده حصل له فلتريشن مع الماده دي، وبعد كده الاثنين رجعوا مع بعض، يبقى فرحتي حصل عملت لها فلتريشن ورحت جاي مرجعها تاني، يبقى نضفت ايه بقى؟ انت كده ما نضفتش اي حجم من البلازما من الماده دي، يبقى مفيش كليرنس اصلا للماده دي، وفي نفس الوقت نوت سكريتد. ليه؟ لان حضرتك الماده لو حصل لها فلتريشن وكمان حصل لها سكريشن يبقى حضرتك نضفت حجم كبير قوي من البلازما اكتر من كميه الفلويد اللي حصل لها فلتريشن. ليه؟ لان انت عملت فلتريشن لحجم معين من الفلويد مع الماده دي، وبعد كده الفلويد رجع، وبعد كده راح جاي اتحط على الماده دي سكريشن من البريتيوبرال كابيلاريز، فكان حضرتك نضفت حجم كبير جدا من البلازما من هذه الماده اكتر من حجم الفلويد اللي حصل له فلتريشن، وهنقول امثله للكلام ده بعد شويه. الحاجه اللي بعد كده، فانت كده هتلخبط حساباتك تماما ومش هتعرف تحسب جي اف ار لو كانت الماده دي بيحصل لها ري ابسوربشن وسكريشن. بعد كده نون توكسيك، اكيد مش هتحقن ماده عشان تحسب لشخص معين الجي اف ار وبعد كده الماده دي تبقى تجيب له توكسيستي ويموت وتقول اه والله ده انا العيان مات بس الحمد لله حسبنا له جي اف ار قبل ما يموت. طبعا محال يعني، فلازم تبقى ماده نون توكسيك عشان ما توديش العيان في داهيه علشان تعمل تجربه. الحاجه اللي بعد كده نوت سنسيتايزد باي ذا بودي، علشان الكميه اللي حضرتك تكون مديها تبقى عارفها، مش منطق ان انت عشان تحسب حاجه تقوم جاي حاقن ماده من بره والماده دي كمان بتبقى بروديوسد باي ذا بودي وبالتالي هتزيد جدا جوه الدم وانت ما تعرفش بقى الكميه اللي حضرتك حقنتها قد ايه لان اتحط عليها كمان من الجسم، فانت لازم تكون حضرتك مدي مادة انت عارف كميتها مظبوط علشان الحسابات بتاعتك ما تختلش والجسم ما يصنعلكش عليها كمان ويبوظلك حساباتك. نوت ستورد في البودي، علشان ما تديش مادة تقوم جاية رايحة مثلا تتخزن في الفات تيشو وبالتالي ما يحصلهاش اصلا فلتريشن ولا اكسكريشن في الكيدني، وتقعد انت بقى مستني ان شاء الله جنب العيان على ما ايه ربنا يسهل له حاله وتبقى تتفك بقى من الفات تيشو وتبقى اكسكريتد على مهلها. طبعا ما فيش حاجة اسمها كده، يبقى لازم نوت ستورد في البودي. الحاجه اللي بعد كده نوت ديستراكتد باي ذا بودي نوت ميتابولايزد، ليه؟ لان هي لو ميتابولايزد في البودي خلاص هتخرج في الكدني في صوره اخرى، يبقى انت خلاص بقى يعني انت مش هتحسب الكليرانس بتاعها لان هي اصلا اتكسرت وما عادش لها وجود، فلازم تبقى تنزل زي ما هي كده. الحاجه اللي بعد كده نوت انتر ريد بلاد سيلز ستي في البلازما، لان هي لو دخلت الريد بلاد سيلز الريد بلاد سيلز مش هيحصل لها فلتريشن، يبقى كانها استخبت جوه الريد بلاد سيل وعمرها ما هيحصل لها فلتريشن. easy to be measured في البلازما واليورين، يعني حاجة بسيطة تقدر تعمل لها detection، مش حاجة بقى عايزة تكتب 15 مليون ألف جنيه علشان خاطر تعمل لها detection، وبالتالي من المستحيل ان حضرتك تعمل التجربة دي، وبالتالي لازم تكون المادة سهلة في القياس عشان تاخد عينة بلازما ويورين وتحسبها وتخلص على طول في الحساب. طب مشكلتها ايه طالما هي حلوة قوي كده؟ انها invasive، عشان تحسب الانيولين كليرانس لازم الانيولين ده يا جماعه ماده مش موجوده في جسمنا، فلازم حضرتك زي ما بقول لك بيصنعوها من بنات من نبات اسمه الهندباء البريه، لازم تجيب الماده دي من النبات ده وتحقنها للعيان وتقعد بقى لحد ما نوصل تعمل لها انفيوجن لحد ما نوصل لتركيز ثابت في البلازما، وبعد كده تقعد تاخد عيناتك وتحسب. يبقى دي حاجه انفيزيف، لازم تجيب العيان وتقعد جنبه وتحقنه وتقعد تحسب له شويه حسابات، فدي انفيزيف.
وبالتالي احنا بنستخدم الكرياتينين كليرانس بدلا من الانيولين كليرانس في حساب الجي اف ار. طب ليه بستخدم الكرياتينين كليرانس؟ لان الكرياتينين ده ماده زي ما قلت لكم من شويات كده ان هو بروديوسد باي ذا بودي، يعني ماده اندوجينس طالعه من الجسم، في نفس الوقت مش محتاجه ان انا اديها من بره، هي كده كده طالعه من جوه الجسم. وطبعا القياس بتاعه سهل جدا، وبالتالي حضرتك بتحسب الكرياتينين كليرانس وبتستعيض عنه في حساب الجي اف ار عن الانيولين كليرانس، وهنفهم بعد شويه حكايه الكرياتينين وايه بيحصل له في الكدني. اتمنى النقطه دي تبقى واضحه بالنسبه لحضراتكم. في حاجه كده اسمها فلتريشن كوفيشنت، اللي هو الجي اف ار على النت فلتريشن بريشر. زي ما حضراتكم عارفين ان انا عندي حاجه اسمها ستارلينج فورسز، اللي هي عندي جروميرال كابيلاري هيدروستاتيك بريشر، وعندي جروميرال كابيلاري اونكوتيك او اوزموتيك بريشر في ناحيه، وعندي البومنز كبسول هيدروستاتيك بريشر، وعندي البومنز كبسول اوزموتيك او اونكوتيك بريشر. الاربعه قوى دول بيتخانقوا مع بعض كده في الجروميرولاي، محصلتهم بتبقى ناحيه او فيفورنج الفلتريشن من الجروميرال كابيلاريز الى البومنز كبسول، والنت فلتريشن بريشر بيبقى 10 مليمتر ميركوري. يعني بيحصل فلتريشن للفلويد بفرق في البريشر مقداره 10 مليمتر ميركوري. بيحصل فلتريشن للجلوميرولار فلويد او من الفلويد من الجلوميرولار كابيلاريز بفرق في البريشر دلتا بي مقداره 10 مليمتر ميركوري، فرق في الضغوط الاربعه اللي انا قلتهم، الا وهي الستارلينج فورسز اللي انتوا خدتوها قبل كده. طيب يبقى الفلتريشن كوفيشنت ده بقى عباره عن ايه؟ هو الجلوميرولار فلتريشن ريت بير 1 مليمتر ميركوري فلتريشن بريشر. يعني ايه؟ يعني قد ايه فلويد بيحصل له فلتريشن بفرق 1 مليمتر ميركوري في البريشر ما بين الاربعه فورسز دول. يعني بمعنى اخر، ال1 مليمتر ميركوري بيحمل فلتريشن لكميه فلويد قد ايه؟ فعشان تحسبه حضرتك هتقول والله ان انا عندي الجي اف ار ده 125 مللي لتر في الدقيقة فلويد بيحصل له فلتريشن، وعندي النت فلتريشن بريشر كله على بعضه عبارة عن 10 مليمتر ميركوري، يبقى بالعقل والمنطق 12.5 مللي لتر فلويد في الدقيقة بيحصل له فلتريشن لكل 1 مليمتر ميركوري فرق في الضغوط. نقول تاني، يبقى 12.5 مللي لتر فلويد بيحصل له فلتريشن في من الجلوميرولار كابيلاريز للبومنز كابسول في الدقيقة الواحدة لكل 1 مليمتر ميركوري فرق في البريشر. أتمنى النقطة دي تبقى واضحة بالنسبة لحضراتكم. تعالوا كده نقول هذا المثل علشان الدنيا تبقى واضحة شوية. واحد دايابيتك عنده 56 سنة، راح المستشفى، عنده بين في الرايت لوين which is referred to the right groin. انا اقصد بهذه الكلمة الرينال بين يا جماعة، او الرينال كوليك. معروف طبعا ان الرينال كوليك بيقولوا عنه ان هو بين في اللوين، اللوين اللي هي الحتة اللي هي الرينال انجل اللي ورا في الباك اسمها اللوين. بين في اللوين ريفيرد للجروين، الجروين اللي هي الحته بتاعت الانجوينال ليجمنت، لان الكدني الامبيرولوجي بتاعها اصلا من زمان كان في البلفيز وبعد كده حصل لها مايجريشن لفوق. بين في اللوين ريفيرد للجروين يعني عنده رينال كوليك او رينال بين. بين فول ميكتوريشن يعني ديسيوريا، يعني عنده حرقان او صعوبه او الم في التبول. وليفيتد بودي تمبريتشر يعني فيفر. زي ما حضراتكم عارفين ان السيمتومز اللي العيان بيجي يشتكي لك بيها ما بتبقاش فيها ساينتفك تيرمز، بتبقى كده مترجمه كده بالانجلش، ولكن الساينتفك تيرمز دي بتاعت حضرتك بقى فيفر، ديسيوريا، رينال كوليك، حاجات زي كده. والاكزامينشن عنده تندرنس في رينال انجل، يعني اما الدكتور يضغط عليها توجعه. يورين اناليسيز ريفيلد بريزنس اوف باسيلز اكتر من 5 بير هاي باور فيلد. بيشنت واز ريفيرد تو نيفرولوجيست تو ادفايس تو اسيس الكيدني فانكشن. بيشنت واز جيفن انيولين انفيوجن سو اس تو اتشيف ستيدي ستيت بلازما كونسنتريشن 2 مللي جرام بير مللي لتر. زي ما حضراتكم عارفين ان الستيدي ستيت بلازما كونسنتريشن ده اكيد سمعته عنده في الفارماكولوجي، يعني انا بفضل احقن انفيوجن من الانيولين لحد ما اوصل لتركيز ثابت من الانيولين. بفضل احقن انيولين انفيوجن، انفيوجن ده يعني حاجه باستمرار، مش مجرد تدي له حقنه وخلاص، بتفضل تعمل انفيوجن لهذا الانيولين لحد ما تصل الى ستيدي ستيت بلازما كونسنتريشن لهذا الانيولين، علشان تقدر تعتمد على هذا الستيدي ستيت بلازما كونسنتريشن في حسابات حضرتك.
لان ما ينفعش حضرتك تدي بولس كده انيولين حقنه وبعد فتاخد عينه دلوقتي تلاقي تركيز الانيولين عالي وبعد شويه هتلاقيه قل لانه راح الكدني ونزل، وبالتالي بعد دقيقه هتلاقيه قل. يبقى انا دلوقتي بقى هتاخد اول رقم ولا تاني رقم للكونسنتريشن؟ فانت بتفضل تحقن لحد تقريبا ما تصل لهذا الستيدي ستيت بلازما انيولين كونسنتريشن، وبالتالي ده اللي حضرتك بتعتمد عليه في حساباتك. بعد كده يورين سامبل كولكتد ديورينج 2 اورز which has volume of 120 مللتر and an inulin concentration في هذا اليورين 240 مللي جرام بير مللي لتر. احسب الجي اف ار عند هذا العيان. اتمنى حضراتكم توقفوا الريكورد وكل واحد يمسك ورقه وقلم ويحاول يحسب هذه المساله. عشان ما اطولش على حضراتكم، انت بس في تكه في المساله دي ان هو جايب لك حجم اليورين اللي هو 120 في ساعتين، فعشان خاطر حضرتك تجيب حجم اليورين في الدقيقه هتقسم ال 120 مللي على 2، يبقى الراجل ده بيعمل 60 مللي في الساعه، يبقى الراجل ده بيعمل 1 مللي لتر يورين في المينت. وبالتالي لما تيجي تعوض في المعادله اللي حضراتكم عارفينها، جي اف ار بيساوي اليورينري انيورين كونسنتريشن اللي هو هنا 240 مللي جرام بالمللي لتر، هتضربها في الفوليوم اوف يورين اللي هو 1 مللي يورين بير مينت، هتقسمها على البلازما انيورين كونسنتريشن اللي هو 2 مللي جرام بير مللي لتر، هيطلع 240 على 2 يساوي 120 مللي لتر بير مينت اللي هو الجي اف ار بتاع العيان ده اللي هو تقريبا with the normal kidney function. طبعا الراجل ده واضح ان هو عنده يورينري تراكت انفكشن، واضح ان هي ascending علشان خاطر عملت له بدأت ب lower urinary tract symptoms، عنده ديسيوريا وبعد كده حصل لها السنت راحت للكيدني وبدأت تعمل رينال كوليك وبدأت تزود البودي تمبريتشر، فواضح ان الراجل ده دخل في بايلو نفرايتس وبالتالي بدأ يحصل افكشن. المفروض يعني لو حضرتك ما عالجتوش، هو دلوقتي with the normal kidney function، ولكن لو حضرتك ما عالجتش هذا العيان ممكن لا قدر الله يدخل في بيرمننت كيدني امبيرمنت بسبب هذه البايلو نفرايتس زي ما كنت قلت لكم من شويه. اليورين تراكت انفيكشن احد الاسباب اللي بتؤثر على الكيدني فانكشن، لان بيحصل هيلينج باي فايبروزز وبتبقى حاجه الريفرسابل فايبروزز وبتبوظ الكيدني تماما، فلازم دي حاجه سيريس جدا حضرتك تتعامل معاها، بالذات ان هو كمان دايابيتك والدايابيتس معروف ان هو بيأثر على الكيدني فانكشن سواء كان تايب 1 اللي هو الايرلي اونست او التايب 2 اللي هو الليت اونست. الايرلي اونست ده بيجي في التشايلد يعني هو صغير، الليت اونست ده اللي هو تايب 2 بيبقى غالبا عند الاربعينات وهو عنده 56 سنه، فغالبا فتره شهر العسل او الهاني مون بيريود بتاعت الدايابيتس بتبقى حوالي 15 سنه، فهو تقريبا عدى فتره الشهر العسل بتاعت الدايابيتس دي. فتره الهاني مون دي مكتوبه فعلا كده في الكتب ان هي فتره بيقعد الدايابيتس فيها كامن وساكن ومصاحب العيان، بعد كده بقى تبدا تظهر الكومبليكيشنز الاجريسيف بتاعه الدايابيتس على مستوى المايكرو والماكرو فاسكولار كومبليكيشنز، اللي هي بقى المايكرو فاسكولار اللي هي الريتينوباسي والنيفروباسي والنيوروباسي، والماكرو فاسكولار بقى على مستوى السيريبرال سيركيوليشن والكورونري سيركيوليشن و اللور ليمس والحاجات اللي انتوا عارفينها وتسمعوا عنها دي. فالراجل ده طبعا عنده ريسك كبير جدا ان هو كمان الكيدني فانكشن تبقى افكتد بسبب الدايابيتك ستيت. يعني شويه معلومات عامه كده عرفناها من هذه الكيس. بعد كده يا جماعه هنحاول نقول بعض الامثله على الكلام اللي احنا قلناه علشان نحاول نفهم اكتر الكليرانس كونسبت. هنبدا دلوقتي يا شباب نعمل شويه برين ستورمنج كده، نقول شويه امثله. ده المثل بتاع الانيورين اللي احنا قلناه، ان انا عندي 5 مولوكيولز من الانيورين دايبين في 5 يونت من فوليوم اوف بلازما، هيحصل فلتريشن لخمس الدم اللي داخل، خمس البلازما يعني اللي داخله الكليه، وبالتالي هيحصل فلتريشن لخمس البلازما مع خمس كميه الانيولين. بعد شويه البلازما اللي جت او حصل لها فلتريشن مع الانيولين تضحك على الانيولين ويحصل لها ري ابسوربشن وتسيب الانيولين ينزل لوحده، ولكن كمية الانيولين اللي حصل لها فلتريشن بتساوي كمية الانيولين اللي حصل لها اكسكريشن في اليورين، وبالتالي الكونسنتريشن بتاع الانيولين في الفلترت لو حضرتك
ضربته في الفوليوم بتاع الفلترت هيساوي الكونسنتريشن بتاع الانيورين في اليورين في الفوليوم بتاع اليورين. انا عايز الفوليوم بتاع الفلتر ده اللي هو الجي اف ار اللي هو حجم البلازما اللي حصل لها فلتريشن، ده المجهول اللي عندي. بقيه الحاجات اللي عندي ممكن اجيبها زي ما قلنا الكونسنتريشن بتاع الانيولين في الفلترت هو الكونسنتريشن في البلازما، والحاجات بتاعت اليورين باخد عينه يورين وبحسبها. دي كده يا جماعه الانيولين. تعالوا كده نتخيل ماده تانية. الماده دي مكتوب قدام حضراتكم ان هي الجلوكوز، خليها هفترض ان الماده دي مجهوله برضو فيها خمس مولوكيولز وكل مولوكيول موجود في يونت من الفوليوم اوف بلازما، هيحصل فلتريشن برضو لخمس كميه البلازما مع خمس كميه الماده دي زي ما حضرتك شايف. بعد شويه برضو زي ما اتفقنا ان 99% من الفلويد اللي حصله فلتريشن بيرجع تاني يروح الدم، ولكن بيرجع فاضي من غير الماده دي. فلحد هنا الفوليوم اوف بلازما كليرد من الماده دي هو المربع اللي رجع فاضي قدام حضرتك ده، لان هو فعلا اتنضف من الماده دي. ولكن زي ما حضرتك شايف بعد شويه الماده دي هي نفسها بيحصل لها ري ابسوربشن وبترجع تاني للدم، وبالتالي المربع اللي كان نضف رجع تاني تحمل بالمولوكيول اللي كان حصل له فلتريشن معاه، يعني هو هرب منه والتاني راح جاي رجع له برضه ولزق فيه. يبقى في الاخر كده بالله عليك لو تاخد بالك الفوليوم اوف بلازما كليرد من السبستانس دي، هل في فوليوم اوف بلازما كليرد او اتنضف من السبستانس دي؟ لا طبعا. ليه؟ زيرو فوليوم اوف بلازما از كليرد من السبستانس دي. ليه؟ لان انا عملت ريابسوربشن للفلويد وبعد كده رحت جاي عامل ريابسوربشن للماده، فكاني ما عملتش اي حاجه، دخلت الرينال ارتري وطلعت من رينال فين زي ما انا. لو تاخد بالك كمان عشان حصل كومبليت ريابسوربشن للماده دي زيرو اماونت من الماده دي نزل في اليورين، لما تيجي تاخد عينه يورين ما تلاقيش الماده دي اصلا موجوده في اليورين. الماده دي يا جماعه فعلا هي الجلوكوز والامينو اسيدز واي حاجه بيحصل لها كومبليت ريابسوربشن. علشان كده لما تيجي حضرتك بقى تحسب الاماونت بتاع الماده دي اكسكريتد في اليورين بالمينيت هتلاقيها صفر. عشان كده لما تيجي تحسب الكليرنس بتاع الجلوكوز هتيجي تعوض في المعادله ان الكليرنس بتاع الجلوكوز بيساوي ايه البلازما اليورينري كونسنتريشن اوف جلوكوز في الفوليوم اوف يورين على البلازما كونسنتريشن اوف جلوكوز. هتلاقي البسط اصلا اللي هي الكونسنتريشن بتاع الجلوكوز في اليورين بصفر. يا رب تكون النقطه دي مفهومه. الكونسنتريشن بتاع الجلوكوز في اليورين بصفر، فالبسط عندك كله بصفر، وبالتالي الكليرنس بتاع الجلوكوز بصفر. وفعلا الكليرنس بتاع الجلوكوز بصفر. ليه يا جماعه؟ لان زيرو فوليوم اوف بلازما از كليرد فروم الجلوكوز نورمالي ديورنج ريست لو البيشنت ده مش دايابيتك وما عداش الرينال ثريشولد. يبقى دلوقتي نورمالي الكليرنس اوف الجلوكوز والامينو اسيدز زيرو. يعني ايه؟ يعني زيرو فوليوم اوف بلازما از كليرد فروم الجلوكوز والامينو اسيدز، يعني مفيش ولا نقطه بلازما بتتنضف من الجلوكوز ومن الامينو اسيدز. يعني من الاخر ما بيحصلش اكسكريشن لهذه المواد في اليورين، يعني من الاخر بيحصل لها كومبليت ري ابسوربشن، بترجع كلها تماما مفيش ولا فتفوته منها بتنزل في اليورين. يبقى الكليرنس بتاعها بصفر. وفعلا زي ما بقول لحضرتك ديورنج نورمال ريستنج كونديشنز الكليرنس والجلوكوز والامينو اسيدز بزيرو، واي حاجه بيحصل لها كومبليت ري ابسوربشن بيبقى الكليرنس بتاعها بصفر. طيب تعالوا نشوف مثل تاني. لو في ماده زي ما حضرتك شايف خمس مولوكيولز من هذه الماده دخلت الرينال ارتري، خمس الماده دي حصل لها فلتريشن مع خمس البلازما، بعد شويه زي ما اتفقنا الفلويد يرجع يحصل له ابسوربشن ويسيب الماده دي في التوبيول. لو حضرتك تاخد بالك ان حصل بارشال سكريشن للماده دي، يعني الماده دي ثابت مربع هو من البيريتيوبرال كابيلريز وراح جايه نازله في التوبيول، بنسمي الحركه دي سكريشن. ولكن زي ما حضرتك شايف مش كلها حصل لها سكريشن، وبالتالي بنسمي الحركه دي بارشال سكريشن، يعني شويه منها بس نزلوا في الرينال تيوبولز. وبالتالي لو تاخد بالك ان انا عندي كده الفلويد اللي رجع من التيوبيول للبيريتيوبرال كابيلريز اللي هو المربع اللي رجع فاضي اتنضف من الماده دي، وكمان
في البيري تيوبرال كابيلاريز لما نزل مولوكيول من هذه الماده في التوبيول في مربع تاني كمان نضف من هذه الماده، يبقى انا عندي مربعين اتنضفوا من هذه الماده. يبقى لو تاخد بالك ان الفوليوم اوف بلازما كليرد من الماده دي اكبر من الجروميرال فلتريشن ريت. ليه؟ لان انا في الجروميرال فلتريشن ريت كنت نضفت مربع واحد بس، وحده معينه من الفوليوم اوف بلازما من الماده دي، ولكن في اللحظه دي او في المثل اللي انا قلته ده انا نضفت مربعين. ليه؟ علشان حصل بارشال سكريشن لهذه الماده. يبقى الفوليوم اوف بلازما كليرد من هذه الماده اكتر من الجي اف ار. ليه؟ لان الفوليوم اوف بلازما اللي اتنضف من الماده دي زي ما حضرتك شايف حجم هذا الفوليوم اكتر من حجم الجلوميرولر فلتريشن ريت. وبالتالي لما تيجي حضرتك تحسب الكليرنس بتاع هذه الماده، الكليرنس بيساوي زي ما حضرتك عارف اليورينري كونسنتريشن اوف الماده دي في اليورين فوليوم على البلازما كونسنتريشن اوف الماده دي، صح ولا لا؟ هتلاقي ان الاماونت اكسكريتد من الماده دي في اليورين زي ما حضرتك شايف اكتر من الاماونت فلترد بير مينيت. وبالتالي لما تيجي تحسب الكونسنتريشن بتاع هذه الماده في اليورين هيبقى زايد شويه، لان هي حضرتك حصل لها بارشال سكريشن وبالتالي تركيزها زاد عن الماده الثانيه اللي احنا كنا بنحسب بيها الجلوميرولر فلتريشن ريت اللي هي الانيونين اللي كان الاماونت فلترد ايكوال اماونت اكسكريتد. ولكن في هذا المثل الاماونت اكسكريتد اكتر من الاماونت فلترد، وبالتالي لما تيجي حضرتك تحسب الكليرنس بتاع هذه الماده هتبقى قيمته اكتر من قيمه الجلوميرولر فلتريشن ريت. وده الماده دي اسمها الكرياتينين. الكرياتينين يا جماعه الكليرنس بتاعه اكتر شويه من قيمه الانيورين كليرنس، وبالتالي قيمه الكرياتينين كليرنس اكتر شويه من قيمه الجلوميرولر فلتريشن ريت. وده واضح قدام حضرتك في الرسمه دي، لان زي ما بقول لحضرتك الفوليوم اوف بلازما كليرد او بيتنضف من الكرياتينين اكتر من حجم الجي اف ار. انا كنت في الجي اف ار بنضف مربع واحد، ولكن ده في حاله الانيورين، ولكن في هذا المثل اللي هو الكرياتين انا بنضف مربعين، وبالتالي الفوليوم اوف بلازما كليرد من الكرياتين اكتر من الفوليوم اوف بلازما كليرد من الانيورين، وبالتالي اكتر من الجي اف ار. يبقى الفوليوم اوف بلازما كليرد من الكرياتينين اكتر من الجي اف ار. ولكن هنفهم بعد شويه لبعض الاعتبارات. انا بعتبر الكرياتينين كليرنس تقريبا هو الجي اف ار، علشان زي ما اتفقنا من شويه انا ما مش حابب قصه الانيورين كليرنس لان هي انفيزيف، مش معقوله هجيب الشخص واقعد احقنه انيورين انفيوجن واقعده جنبي واقعد اخد له عينات واحسب له وانا قاعد جنبه واحقنه بابر والكلام ده، يعني الموضوع ده صعب شويه. فانا بستعيض بحاجه اندوجينوس بتخرج من البودي اللي هي الكرياتينين واحسب بيها الكرياتينين كليرنس، والفرق ما بينهم مش كبير. لما تاخد بالك بعد شويه هتلاقي ان الكرياتينين كليرنس 140 مل لتر بير مينت والانيورين كليرنس 125 مل لتر بير مينت، فالفرق مش اللي هو الكبير. في بعض السورسز بتقول حاجه كده هقولها لكم بعد شويه عشان ما لخبطكوش. يبقى دلوقتي الكرياتينين زي ما اتفقنا عندي 5 مولكيولز كرياتينين دخلوا مع 5 وحدات فوليومز اوف بلازما، حصل فلتريشن لخمس البلازما مع خمس الكرياتينين، ولكن حصل ري ابسوربشن للبلازما اللي حصل لها فلتريشن، وبالتالي رجعت البيري تيوبرال كابيريز، وكمان البيري تيوبرال كابيريز حطت جزء من هذه الماده على الرينال تيوبيولز، وبالتالي الاماونت اكسكريتد بقت اكتر من الاماونت فلترد، وبالتالي الكونسنتريشن بتاع الماده دي في اليورين بقى ازيد شويه. لما تيجي تضرب الكونسنتريشن في الفوليوم على البلازما كونسنتريشن هيطلع لك قيمة الكرياتينين كليرنس أكتر من قيمة الجي اف ار، يعني زي ما حضرتك شايف إن الفوليوم اوف بلازما كليرد من الكرياتينين أكتر من قيمة الجي اف ار، وده فعلا اللي بيحصل. ناخد آخر مثل. لو افترضنا إن أنا عندي مادة، المادة دي زي ما حضرتك برضو شايف هما الخمسة مولوكيولز اللي بيدخلوا كل مرة الرينال أرتري مع 5 وحدات فوليومز اوف بلازما، هيحصل فلتريشن لخمس المادة دي مع خمس البلازما، بعد كده البلازما تقوم جايه راجعه تاني للبيري تيوبرال كابيلاريز. لو تاخد بالك ان الماده دي حصل لها مش بارشال سكريشن، كومبليت سكريشن، راح جايه سايبه كلها البيري تيوبرال كابيلاريز واتحطت على التوبيولز. فالخمسه اللي دخلوا الرينال ارتري هم الخمسه اللي نزلوا في اليورين، فطبعا الاماونت اكسكريتد في اليورين بير مينيت من الماده دي
اكتر بكتير جدا من الاماونت فلتر، لان حضرتك عملت فلتريشن لخمس كمية المادة دي، ولكن نزلت في اليورين المادة كلها، يعني الكمية كلها اللي دخلت الرينال ارت. لو تاخد بالك ان الرينال فين طالع اهو، مفيش فيه ولا فتفوتة من المادة دي، طالع الرينال فين نضيف متنظف تماما من هذه المادة، وبالتالي حصل كومبليت كليرانس اوف بلازما من المادة دي، يعني البلازما كلها اتنظفت من هذه المادة. المادة دي يا جماعة اسمها بارا اميني وبيوريك اسيد، وبستخدمها في حساب الرينال بلازما فلو. ليه؟ لان كل كمية البلازما اللي دخلت الكدني اتنظفت من هذه المادة، يبقى انا حضرتك اقدر استخدم هذه المادة في حساب كمية البلازما اللي دخلت الكدني. ليه؟ لان كل البلازما اللي دخلت الكدني اتنظفت من المادة دي، وبالتالي انا اقدر استخدم هذه المادة في حساب الرينال بلازما فلو زي ما هنفهم ان شاء الله بعد شوية. بعد كده اخر مثال في اليوريا. اليوريا دي تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل لها في الكدني. زي ما حضرتك شايف انا عندي 10 مولوكيولز من اليوريا، زي ما حضرتك شايف كل 2 مولوكيولز متشالين على وحدة فوليوم من البلازما، هيحصل فلتريشن لخمس كمية البلازما يعني مستطيل، وخمس كمية اليوريا يعني دايرتين خضر. تمام كده، يا رب يكون المثال واضح. بعد كده الووتر اللي هو المستطيل اللي حصل له فلتريشن يسيب اليوريا ويرجع تاني البيري تيوبرال كابيلاريز متنضف من اليوريا، صح ولا لا؟ تمام. ولو تاخد بالك ان التو مولوكيولز اوف يوريا اللي نزلوا في التيوبيولز واحد منهم حصل له بارشال ري ابسوربشن، يعني ما حصلش كومبليت ري ابسوربشن اوف يوريا زي ما حصل في الجلوكوز. في المثال بتاع الجلوكوز حصل كومبليت ري ابسوربشن، يعني الكميه اللي نزلت في الفلتريشن كلها حصل لها ري ابسوربشن. لو تاخد بالك الدايره الخضراء دي كلها رجعت التيوبيول الاربيلي تيوبرال كابيلاريز تاني، ولكن في هذه الماده اللي هي اليوريا حصل بارشال ري ابسوربشن اوف يوريا، يعني عندي دايرتين خضر نزلوا من جروميرال كابيلاريز الى الرينال تيوبيولز، واحد منهم رجع البيري تيوبرال كابيلاريز وواحد قعد في الرينال تيوبيولز، وبالتالي الاماونت فلترد اوف يوريا اكتر من الاماونت اكسكريتد في اليورين. يعني لو تاخد بال حضرتك، لو تاخد بال حضرتك ان كميه البلازما اللي كليرد من اليوريا، لو تاخد بال حضرتك ان هي اقل من حجم البلازما اللي كليرد من اليوريا، اقل من حجم البلازما اللي حصل له فلتريشن. ليه؟ لان حضرتك عملت فلتريشن لمستطيل ورجعته تاني البيري تيوبرال كابيلاريز متنضف تماما من اليوريا، وبعد كده برضو رحت جاي ضحك عليه ومرجع له مولوكيول من اليوريا، فكان نص المستطيل بس اللي اتنضف من اليوريا، وبالتالي حجم البلازما اللي كليرد من اليوريا اللي هو نص المستطيل اكيد جدا اقل من حجم البلازما اللي حصل لها فلتريشن اللي هو المستطيل الكامل. وبالتالي يا جماعه لما اجي احسب اليوريا كليرنس هيبقى اقل من قيمه الانيورين كليرنس اللي انا بستخدمه في حساب الجي اف ار، او اقل من الجي اف ار لما تيجي تعوض في المعادله التاريخيه الكرياتين اليوريا. اليوريا كليرنس بيساوي اليورينري يوريا كونسنتريشن في اليورين فوليوم على البلازما يوريا كونسنتريشن، هتلاقي ان اليورينري يوريا كونسنتريشن هيكون اقل من الكونسنتريشن بتاعها في الفلتريت، وبالتالي المحصله ان اليوريا كليرنس اقل من الجي اف ار. لما نيجي زي ما حضراتكم شايفين ان في علاقه عكسيه بين البلازما كونسنتريشن بتاع اي حاجه والكليرنس، يعني بمعنى اخر لو انا بكلم حضرتك ان الجلوكوز كليرنس بصفر، يعني زيرو فوليوم اوف بلازما از كليرد فروم جلوكوز، يعني البلازما كلها جلوكوز، صح ولا ايه؟ ولو قلت لحضرتك ان في ماده تانية زي الانيورين الكليرنس بتاعها 125 ملليلتر بير مينيت، يعني في 125 ملليلتر بلازما في الدقيقه بيتنضفوا من الانيولين، وبالتالي لما تيجي تشوف البلازما كونسنتريشن اوف انيولين بالنسبه للجلوكوز هيبقى اقل شويه. يبقى دلوقتي يا جماعه في علاقه عكسيه بين البلازما كونسنتريشن اوف السبستانس والكليرنس بتاعها، كل ما زاد الكليرنس بتاع الماده دي يعني كمية البلازما اللي بتتنضف في المادة دي كتيرة، يبقى بالتالي تركيزها في البلازما أقل، والعكس بالعكس كل ما قل الكليرنس بتاع هذه المادة كل ما الفوليوم اوف بلازما اللي يتنضف أو اللي يبقى كليرد من المادة دي قليل
كل ما زاد تركيزها في هذه البلازما، كل ما الكليرنس بتاع هذه المادة قل، كل ما الكليرنس بتاع هذه المادة قل، كل ما الفوليوم اوف بلازما، كل ما الفوليوم اوف بلازما اتنضف من هذه المادة هيقل، كل ما البلازما كونسنتريشن اوف ذيس سبستانس هيزيد. يبقى دي العلاقه العكسيه بين الجلوميرولار فلتريشن ريت والبلازما كونسنتريشن. زي ما حضرتك شايف انا هنا حاطط مثلا الكرياتينين، كل ما قل الجلوميرولار فلتريشن ريت زي ما حضرتك، كل ما زاد انا اسف الجلوميرولار فلتريشن ريت زي ما حضرتك شايف كده، يعني من 25 ل 50 ل 75% كل ما قل البلازما كرياتينين، والعكس كل ما قل الجلوميرولار فلتريشن ريت من 150 لحد 25 وانت رايح كده بالعكس، كل ما زاد البلازما كرياتينين. يعني كل ما قل الفلتريشن اوف بلازما في الجلوميرولاي اكيد الكرياتينين هو كمان ما بيحصلوش فلتريشن، وبالتالي بيفضل قاعد في الدم والبلازما ليفل بتاعه يزيد. يبقى دايما يا جماعة في علاقة عكسية بين الكليرنس وبين البلازما كونسنتريشن. كل ما زاد الجي اف ار كل ما البلازما كونسنتريشن بتاع السبستنس هيقل، وكل ما قل الجي اف ار كل ما البلازما كونسنتريشن بتاع السبستنس هيزيد. دلوقتي يا جماعة في معادلات معدة مسبقا بنحسب منها الكليرنس بتاع الكرياتينين، لان طبعا مش ابليكابل يعني ان حضرتك يجي لك عيان عايز تعمل له اسسمنت للكيدني فانكشن عن طريق حساب الجي اف ار عن طريق حساب الكرياتينين كليرنس، فتقول له بقى اقعد معايا ونقعد بقى نشوف له ناخد له عينه دم وناخد له عينه بول ونقعد نحسب الايه القصه دي. فاختصارا انت يا دوبك بتاخد منه عينه دم علشان تحسب السيرم كرياتينين، و بتاخد زي ما حضرتك شايف كده عمره والبودي ويت بتاعه وتقسمهم على السيرم كرياتينين في فاكتور اللي هو 72 علشان تعرف قيمة الكرياتينين كليرنس. ثم طبعا علماء الإحصاء والرياضة بيعملوا جداول كبيرة بيشوفوا ناس كتير الايج والبودي ويت وبيعملوا مقارنات بالسيرم كرياتينين ويطلعوا عن طريق حسابات معينة وجداول معينة بالمعادلات دي، لان زي ما اتفقنا ان الكرياتينين بيعتمد على الايج وبيعتمد على المصل ماس وبيعتمد على بالتالي على البودي ويت. وزي ما حضرتك شايف حتى الميل والفيميل، الفيميل هو ضرب في فاكتور اللي هو 85 من 100، المعادله كلها يضربها في 85 من 100 على اساس ان الرقم الكرياتينين كليرانس في الفيميل بيبقى اقل شويه عشان المصل ماس في الفيميل بتبقى اقل شويه. يعني انا عايز اقول لها طبعا الحاجات دي مش حضراتكم مش هتحفظوها، ولكن انا عايز اقول لحضرتك انك بعد كده هيبقى عندك معادلات على الميديسكيب عندك على الموبايل بتاعك، هتدخل على طول تحسب الكرياتينين كليرنس، وعلى هذا اساس الكرياتينين كليرنس تعمل موديفيكيشن بقى للدوز حسب الدرج موديفيكيشن للدوز بتاعتها، وهتاخد الديسيشن بتاع حضرتك على اساس الكرياتينين كليرنس ده. زي ما حضرتك شايف كده ان الجي اف ار كل ما بيقل كل ما بيقل، وبالتالي الستيج بتاع الكرونيك كيدني ديزيز بتنتقل من مرحله الى مرحله مور ادفانسد لحد ما نوصل ل ستيج 5 اللي هي الكيدني فيلير اللي العيان بيغسل فيها، بيبقى الجي اف ار اقل من 15. يعني مفيش تقريبا 15 مللي لتر بير مينيت فلويد بيحصل لهم فلتريشن، يعني تقريبا مفيش فلويد اصلا بيحصل له فلتريشن، وبالتالي البلازما ما بتتنقاش من التوكسينز تماما اللي موجوده فيها، وبالتالي العيان ده لازم يغسل عشان حضرتك تخلصه من هذه السموم عن طريق مكنه الغسيل، ونسال الله لنا ولكم العفو والعافيه. وبالتالي يا جماعه لو حضرتك تاخد بالك ان في علاقه ما بين الجي اف ار كل ما بيقل كل ما البيرسنتج اوف كيدني فانكشن بتقل معاها لحد ما نوصل للكيدني فيلير اللي هي كومبليت افكشن في الكيدني فانكشن عند قيمه جي اف ار قليل جدا. والقصه اللي انا قلت لكم من شويه العكس من كده، كل ما قل الجي اف ار كل ما البلازما
كونسنتريشن بتاع اي حاجه انت عايزها هتزيد، لان مفيش خالص بلازما بتتنظف من السموم. فالكريات كليرانس بقى اللي احنا بنستخدمه ك ماركر للجي اف ار هتلاقيه طبعا قليل جدا، ولكن البلازما كرياتينين كونسنتريشن هيبقى زايد زي ما اتفقنا، لان زي الجي اف ار ما قل وبالتالي الكرياتينين كليرانس قل، وبالتالي مفيش فوليوم اوف بلازما بيتنظف من الكرياتينين، وبالتالي الليفل اوف كرياتينين في البلازما بيبقى زايد جدا جدا جدا، وهكذا بقى كل التوكسينز، البوتاسيوم يزيد، الهيدروجين يزيد، وتحصل مشاكل، اليوريا تزيد، وبالتالي تحصل مشاكل كتير حضراتكم تعرفوها في البطنه ان شاء الله. اهميه استخدام الكليرانس ومعرفته، زي ما حضرتك شايف ان انا بستدي المود اوف هاندلنج اوف تيوبيولز اوف ديفرنت سبستنسز، زي ما حضرتك شايف، يعني زي ما حضرتك عرفت ان الجلوكوز بيحصل له توتال ريابسوربشن، هم عرفوه ازاي؟ ان هم حسبوا الكليرانس بتاعه طلع صفر، فقال لك خلاص ده اكيد الجلوكوز توتالي ريابسوربد. وكذلك البارشال ريابسوربشن زي اليوريا، التوتال سكريشن زي برا مانيوبيريك اسيد، البارشال سكريشن زي الكرياتينين، لا ده ولا ده زي الانيولين، وهكذا. يبقى انا بعرف الماده دي التوبيول بتتعامل معاها ازاي، هل بيحصل لها ريابسوربشن بارشال ولا كومبليت، طب هل بيحصل لها سكريشن بارشال ولا كومبليت، طب لا ده ولا ده، كل ده بعرفه ان انا بحسب الكليرانس بتاعها، وبالتالي بستنتج الماده دي التوبيولز بتتعامل معاها ازاي. حاجه تانية، انا بحسب الجلوميرال فلتريشن ريت اللي انا بستخدمه كماركر للكيدني فانكشن. حاجه اللي بعد كده ان انا بحسب الرينال بلازما فلو زي ما هنشوف المره الجايه او بعد شويه. حاجه الاخيره ان انا بحسب حاجه اسمها الفلتريشن فراكشن، اللي هو قد ايه بلازما حصل لها فلتريشن من كمية البلازما اللي دخلت الكدني، اللي هو جي اف ار على رينال بلازما فلو، اللي هو احنا قلنا ان هو 5 أو 20% تقريبا. هنتكلم المرة الجاية او كمان شوية على رينال بلازما فلو، وايه الفرق بين الافكتيف والاكشوال رينال بلازما وبلاد فلو، وهل في سبستنس ممكن يبقى الكليرنس بتاعها اكتر من رينال بلازما فلو. هنتكلم ان شاء الله كمان شوية في القصة دي. دي شوية امثلة كده حضراتكم تحلوها كبرين ستورمنج على الكلام اللي احنا قلناه، ان شاء الله تلاقوها سهلة ومباشرة، واحنا اتكلمنا عنها في الشرح، وان شاء الله ندخل على بارت 2 اللي هو رينال بلاد فلو.